مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. أكيد كلنا تابعنا مباراة النادي الأهلي النهاردة مع سيمبا، كلنا أكيد زعلانين وكلنا غضبانين. وخلي بالكم يعني النادي الأهلي أكيد أكيد لعبته والجهاز الفني والجهاز الإداري كلنا يعني كلنا زعلانين، لكن خلينا أقول لحضراتكم إن ساعات في مشوار كرة القدم وساعات في مشوار البطولات بتبقى في مباراة بتوجع شوية على مستوى النتيجة على مستوى الأداء، لكن الوجع ده هو اللي بيخليك تاخد البطولة. تفتكروا حضراتكم يمكن السنة اللي فاتت وفوز الأهلي بالنجمة التاسعة أو بمشوار التاسعة كان في مباراة شبيهة تقريبا في دور المجموعات مع فريق بلاتينيوم وتعادلنا 1-1 هناك، وكان الأداء برضو مش على المستوى المطلوب، وكان في غضب كبير جدا من الجماهير على السوشيال ميديا، وكان في شحن الغضب مطلوب. الغضب ساعات بيبقى مطلوب، ولكن كمان لازم جنب الغضب ده يكون فيه هدوء، هدوء على مستوى النقد، هدوء على مستوى التقييم مش بمباراة، التقييم على مستوى البطولة. فعايز أقول لحضراتكم أكيد في بعض المشاكل النهاردة كانت في الملعب، أكيد كان النتيجة على غير المتوقع، لكن خلينا ودايما جماهير النادي الأهلي بتكون عقلانية في هذا الموضوع إن نقيم الموضوع بشكل أفضل. زي ما بقول لحضراتكم وأنا عشت الكلام ده كتير جدا، إن بيكون في مباراة بتبقى مباراة صعبة نتيجتها صعبة شوية أدائها صعب شوية، ولكن المباراة دي بتفوق فرقة وبتفوق لبطولة إن شاء الله تكون هي البطولة العاشرة للنادي الأهلي. هارد لك النهاردة لفرقتنا إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أفضل، عندنا لسه 4 مباريات في هذه المجموعة إن شاء الله بإذن الله بإرادة النادي الأهلي وعزيمة النادي الأهلي، النادي الأهلي يرجع تاني بقوة وبعزيمة لطبعا تصدر هذه المجموعة. عندنا النهاردة في البيت الكبير فقرات كتيرة، عندنا يعني كلام لسه على مباراة النادي الأهلي واستعداده للمشوار اللي جاي، لكن قبل كل ده طبعا برحب بيك يا سام، مساء الخير عليك. وأنا برحب بيك. أهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي العظيم. امبارح كنا بنقول يا رب، النهاردة في الظروف اللي زي ديت بنقول الحمد لله، بنقول ماتش وعدى، بنقول هارد لك للنادي الأهلي ولاعبته والجهاز الفني. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، سواء كنا كسبنا النهارده سواء اللي حصل النهارده، في كل الاحوال لعيبه الاهلي بالجهاز بمجلس الاداره بيقفل دايما على الصفحه، فهو دوت اللي احنا متعودين عليه. خلاص الصفحه اتقفلت، بنستعد للفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه صعبه مش هينه، فتره محتاجه الفريق يرجع تاني وبسرعه زي ما عودنا دايما للانتصارات، وده مش بعيد ولا صعب على النادي الأهلي ولا على فريقه، بس احنا لازم بنتعلم. يعني احنا بنتعلم من مباراة زي دي، بنواجه نفسنا. ده اللي النهاردة حصل، وحتى في المكسب اللي قبل كده لازم بنقول انه ده درس مهم لينا جدا يا جماعة، خصوصا للي حصل النهاردة. الكورة في افريقيا اتغيرت تماما، الكورة الافريقية مستواها ومستوى الفرق فيها تطور بشكل كبير، خلاص ما عادش في حاجة اسمها فريق صغير وفريق كبير، الكل عايز يكتب اسمه في سجلات التاريخ النهاردة، الكل عايز يعانق الأميرة السمراء أو الأميرة الأفريقية. بس طبعا ده مش سهل ومش هين زي ما قلنا، ومش أي فريق يقدر يكمل المشوار ويكون عنده استمرارية لحد ما يكسب اللقب القاري ده. طبعا هارد لك لفريقنا، هم أكيد يعني اتعلموا من اللي حصل، أكيد درس هيتحط قدام عينيهم يعني خلاص تباعا في لتكملة هذا المشوار. ويعني النهاردة يمكن موسيماني عنده كلام كتير جدا توقف عنده، وإحنا كمان هنتوقف عنده هنا في البيت الكبير. وقبل ما نكمل كلامنا فيه، بس عايزة أفكر حضراتكم بضيوفنا النهاردة. ضيوفنا النهاردة اللي مشرفنا بعد الفقرة دي، مشرفنا الناقد الرياضي طبعا عمر البنوبي. عمر هيتكلم النهاردة في عدة أمور مهمة جدا وقضايا حوالينا الأهلي وبطبيعة الحال الرياضة العالمية. في الفقرة الثانية هيكون معانا حارس مرمى كبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومدرب طبعا حراسه السابق الكابتن طارق سليمان، وأيضا كلام مهم حوالين مستوى الفريق النهاردة. إيه اللي لفت نظر النهاردة طارق سليمان في مباراة سيمبا والأهلي؟
كمان النهارده اداء محمد الشناوي اكيد هو تبعه، اكيد توقف عنده، ومستقبل اكيد حراسه المرمى في النادي الاهلي. في الفقره الاخيره زي كل يوم ثلاث ميعادنا مع محمد فارس واحمد اسامه وفقره خط احمر في البيت الكبير. اكيد ان شاء الله يبقى فقرات مميزه، لكن هنرجع تاني للمباراه، وزي ما بقول لحضراتكم المباراه طبعا يعني خارج التوقعات بكل امانه، واحنا متعودين كمان هنا في البيت الكبير وقناه النادي الاهلي اكيد لما بنفرح بنفرح، ولكن لما بيكون في حاجه بتزعلنا اكيد بنقول عليها. احنا في ظروف صعبه مرت بالنادي الاهلي، اعتقد كان ليه تاثير كبير جدا عامل الرطوبه وعامل الحر، لكن ده ما يمنعش ان احنا زعلانين من الاداء، ودايما بنقول لازم نواجه نفسنا، وصدقوني لما بتواجه نفسك بشكل اكتر من رائع ده بينعكس ايجابيا. تواجه نفسك بهذه المشاكل وتواجه نفسك بالشكل السيء اللي ظهر بيه فريقنا النهارده النادي الاهلي، انك زي ما بقول لكم نقطتين، النقطه الاولى دي ان شاء الله بتبقى انطلاقه لتألق جديد وفوز ان شاء الله جديد وبطوله جديده، ده مهم جدا. الجزء الثاني ان النقد يكون على مستوى الحدث، انت بتنقد لعيبه او بتنقد مدير فني، لكن ما بتهدش بيت، ما بت يعني زي ما بيقولوا كده ما تهدش المعبد علشان مباراه. وارد جدا في اي فريق في العالم انه يمر بظروف صعبه والمباراه بتخرج عن السيطره والفريق الاخر بيلاعب بطل القرن وبيلاعب الاهلي الحاصل على البرونزيه، وبالتالي لما تقدم 1-0 المعنويات عليت، عندنا بعض المشاكل، عندنا المشاكل، لكن احنا بنقول هنا من البيت الكبير ان شاء الله باذن الله هذه المباراه باذن الله تكون نقطه انطلاقه للنادي الاهلي لعودته لادائه بشكل جيد جدا. ما عندناش شماعات بنعلق عليها الجو والحراره، اصل لا، كل دوت حتى قال موسيماني من خلال المؤتمر الصحفي اللي اتسال فيه بعد المباراه، هو قال احنا ما بنعلقش شماعات على 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 الرطوبه او الحر، لكن هي دي كره القدم في افريقيا، هو قال كده. معناها ان وارد جدا في اي مباراه في الدوري او في الشامبيونز ليج الافريقي ان يحصل مفاجآت ويحصل دروب، لكن الدروب ده مش هيوقف النادي الاهلي ان شاء الله، الدروب ده بالعكس هيقوي النادي الاهلي بجماهيره بحضراتكم اللي بتنتقد على السوشيال ميديا بشكل يمكن مبالغ فيه. من حقك تغضب، لكن زي ما بقول اغضب بهدوء، اغضب في صالح الكيان، اغضب في صالح الفريق، كل دوت حاجات ايجابيه نطلع بيها من المباراه. في سلبيات في سلبيات، في اداء سيء في اداء سيء، لكن ناخد من كل دوت ان المشوار لسه طويل، عندنا 4 مباريات باذن الله. هذه المباراه يعني انا كنت لعيب في النادي الاهلي وعارف حالة اللعيبة عاملة ازاي، هتلاقوا ان شاء الله مباراة فيتا كلاب ان شاء الله هنا في القرية هتلاقي مستوى افضل بكتير، هتلاقي هذا الاصرار وهذه النتيجة السيئة شوية والاداء السيء تنعكس باذن الله على فوزنا باذن الله بالعشرة، وده مهم جدا جدا يا سهام ان احنا ما ندوس على فرقتنا قوي. نزعل، من حق كل الجماهير تزعل، ننتقد ننتقد، لكن ما نهدش المعبد، دي مباراة وسط مباريات كتير جدا النادي الاهلي مر بيها، ما ننساش انه مر بظروف صعبه في كاس العالم انديه، مباريات متتاليه، السفر، الجو، الرطوبه، كل دوت بقول حصل، لكن مش شماعه نعلق عليه اخطائنا. يعني لا نبحث عن اعذار لتبرير الهزيمه، هو ده مجمل الكلام اللي احنا بنقوله وبنردده. احنا واقعيين بنواجه انفسنا الحمد لله رب العالمين، احنا لسه من كام يوم يعني كنا حاصلين على برونزيه، بنواجه نفسنا وما عندناش اللي نداريه او نعلق عليه اخطائنا، وده متهيألي مجمل الكلام اللي جه في المؤتمر الصحفي بعد الماتش ما خلص لموسيماني. عارفه انه في ناس كتير ضايقها التشكيل، عارفه بوجود 3 لعيبه خط نص في التشكيل، طبعا دي وجهات نظر تدريبيه ملناش في الاخر ان احنا نتدخل فيها، ولو كان الاهلي سجل من الفرص الضايعه في الشوط الاول كنا هنشيد بموسيماني اكيد، وكنا هنشيد بالتشكيل، بس برضو ما ننساش انه الاهلي راجع من بطولة كان ليها تأثير كبير الحقيقة عليه وكان مجهد جدا، تلاحم المباريات برضو ده مش عذر، ولا لما نقول البايرن راجع من كاس العالم للأندية وتعادل 3-3 مع أرمينيا، لا خسر 2-1 من انترلاخت فرانكفورت، لا ده كل ده مش مبرر. لكن كمان النهاردة في كلام زي ما قلت لكم في الأول موسيماني يمكن رد عليه على فكرة التكثيف وسط الملعب دي،
قال لك انا بدات باكرم، بدات بفتحي، بدات باليو ديانج، بعد كده عمرو السوليه تاخر يعني وجوده في الملعب هو وقفشه. هنا في الجزئيه ديت قال لك انا كنت عايز اسيطر على وسط الملعب، كان عايز يملكه من فريق سامبا بشكل كامل. لما اتسال مثلا عن ان الاهلي اتيحت له عده فرص سهله جدا في الشوط الاول، قال لك دي ماتشات ما ينفعش نضيع فيها فرصه، يعني هو رد على الجزئيه ديت وقال لك ما ينفعش ان انا اضيع فرصه. بس قال ايه؟ قال لك ان المباراه ديت كان ممكن تتلعب في ظروف افضل من كده، كانت ممكن بتتلعب النهارده في اجواء صعبه جدا، فما ينفعش ان احنا يعني او قال لك لازم نتعامل بشكل احترافي وننسى كل ده ونفكر في اللي جاي. وهو ده اللي احنا بنقوله بخصوص نقطه الجمهور اللي حضرت. فكان له تعليق الحقيقه موسيماني، قال لك التعليق ده عجبني جدا لانه رد محترف جدا. قال لك ايه بقى؟ قال لك انا ما بتاثرش بحضور الجمهور، الاحداث اللي اتلعبت فيها المباراه ما قابلهاش في اي مكان، ولكن هو علشان مدرب محترف ما ينفعش ان هو يتاثر بال 15,000 اللي حضروا النهارده، ولا حتى لو كان الدبل، يعني لو كان حتى ال 30,000 ما كانش هو يعني المفروض الجزئيه ديت يعني بيرنمي حساباته. البروفيشنال زي ما بتقولي، انا بقول الكلام ده لان يعني انا عشت الاجواء دي قبل كده، وياما مر عليا في مشوار تاريخي مباريات بنبقى اوت اوف فورم، يعني مش في حالنا. المباريات دي بتفوقنا جدا، المباريات ديت بتشد مننا كويس قوي، وده اللي بتكلم عليه ان حتى موسيماني من خلال ردوده في المؤتمر الصحفي هو ما بيعلقش شماعات، وجود جماهير كتير قال انا راجل لازم اتعامل مع كل الظروف، وجود حر، الحر عليا وعليه، هو طبعا متعود على الحر دوت، واخد على الاجواء ديت، وهو اللي طلب من مباراه لعب الساعه 3 اثر شويه على اداء النادي الاهلي اكيد، لكن كل دوت مش هنقول ان احنا لعبنا وحش عشان كده، لا، في اخطاء طبعا في التشكيل، في التغييرات، في بعض متوقع التشكيل ده؟ لا، ما كنتش متوقع التشكيل دوت، كنا متوقعين تشكيل تاني، لكن تاتي دايما وزي ما بقول بيكون المدير الفني ليه رؤيه فنيه للمباراه، والسيناريو حاطط سيناريو معين، واضح جدا ان النهارده كان يعني التخيل بتاع موسيماني مش على ما جاش في ارض الملعب، كان متخيل شكل تاني، طريقه اللعب كان ممكن تختلف شويه، الضغط من قدام كان ممكن يجيب فعاليه، لكن احنا بنقول كل ده بعد المباراه، قبل المباراه سيناريو كذا سيناريو بيرتبه موسيماني من خلال التدريبات، من خلال رؤيته للعيبه، من خلال فكره المباراه هتمشي ازاي، كل ده ممكن يتغير داخل الملعب، ظروف الملعب، جه فينا جون في وقت برضو مش حلو، ادى ثقه للعيبه سيمبا اللي ظهرت بمستوى عالي، وخلينا نقول زي واتكلمنا هنا في البيت الكبير يا سام ان فريق سيمبا فريق كويس، يعني لو اديتي له مساحه واديتي له وقت اكيد هيتصرف بشكل كويس. شكل الفرق اختلف. صحيح. طبعا. فكل دوت يعني احتراما طبعا لجماهير النادي الاهلي اللي بتتفرج علينا، مش احنا ما بنقولش يعني اعذار، الاعذار طبعا في كره القدم جزء منها مقبول وجزء منها غير مقبول، لكن الاهم من ده ان هذه المباراه ان شاء الله باذن الله هي باذن الله اللي هتوصل النادي الاهلي للمشوار، لان مشوار طويل ومشوار صعب، ان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه ونحقق النجمه العشرة. كمان على مستوى التحكيم بعض الناس بتتكلم، ودي جزئيه لينا حق فيها، الحكم يمكن في اخر المباراه كلنا تابعنا المباراه، اللعيبه بتقع كتير جدا، خلاص بتستهلك وقت، وده شيء ممكن وارد في الكوره شرعي، لكن ان الحكم يدى 4 دقائق وبعد ما يعني في الوقت البدل الضايع حارس المرمى وقع عادله بالتعديقتين ثلاثه. انا بقول كده مش اعذار، لكن انت عارفه النادي الاهلي دايما، والنادي الاهلي اخر 5 دقائق كان متفوق جدا، وبدانا نروح وبدانا نضيع وبقينا قريبين من التعادل، فحتى الكابتن سيد عبد الحفيظ وبعض اللعيبه الكابتن الشناوي راحوا اتكلموا مع الحكم اتكلموا عليه، يعني هل ال4 دقائق كان المفروض على الاقل كمان يزود دقيقتين ثلاثه، مش عشان ديت يقول لك هو لو زود دقيقتين ثلاثه هتجيبه جول، ممكن نجيب جول، ايوه ما انت يعني لان احنا بالظبط يعني واحنا كنا مقربين كمان يعني. فخلينا نتكلم بكل امانه، مباراه وعدت ان شاء الله نقفل تاني، زي ما بنقول لما بنفرح كتير قوي وبناخد بطوله لازم بعديها بنقفل، اكيد هنقفل على المباراه ديت، هناخد دروس منها والدروس المستفاده على المستوى المعنوي، ان ديت تبقى بوش بالنسبه لك، تبقى دفعه لقدام بالنسبه لك، تعرفك كمان ان البطوله الافريقيه كله طمعان في النادي الاهلي، لما بتلعب قدام النادي الاهلي بتادي 100 و150%، ده النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي لازم يتعلموا ده النهارده، انك اي منافس هتقابله حتى على مستوى الاسماء مش منافس قوي، لا ده هيادي بشكل اكتر من رائع، هيموت نفسه قدامك، فده كمان
صدقيني ان شاء الله باذن الله يكون درس مستفاد لتكمله المشوار اللي هو مشوار صعب جدا. وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. انت عارفه هم خلاص واحنا بنتكلم دلوقتي هم موجودين في الطياره، ربنا يرجعهم بالسلامه دلوقتي. باذن الله. فهي نقطه مهمه جدا ان انا بتكلم ان احنا ان شاء الله دي مباراه الانطلاقه باذن الله للبطوله باذن الله. الماتشات اللي زي دي بتعلمك ادي الطياره اللي المفروض بتقل خلاص بعثتنا وفريق النادي الاهلي في اتجاه للمطار، وان شاء الله يوصلوا باذن الله. ده طبعا اكيد بيشوفوا بيتابعوا ردود الفعل أنا بص على يا مواقع الاتصال الاجتماعي. لا يعني بص برضو الحزن، انت خلي بالك اللعيبه زعلانه. بص يا كابتن انا بفتكر انه الماتشات اللي زي دي كانت بتحتاج اللعيبه الخبره ان هي تحسمها من البدايه. دي وجهة نظر يعني. بس انت النهاردة خلاص يعني انت في الفرح وفي الخسارة او في التعادل حتى دايما متعود انك بتقفل الصفحة. صحيح. وبتبدأ من اول وجديد. وزي ما انت قلت كلمة برضو عجبتني جدا، ان ده بقى خلاص بيخليك ايه تفوق. يعني مباراة زي بتاعت النهاردة دي متفوق. انت لسه في بداية المشوار. صحيح. خلاص انا اعتقد ان هم من اللحظة اللي خلص فيها الماتش هم يعني استوعبوا الدرس. خلي ده. بالك من لحظة الماتش كمان ما انتهى، وكمان يمكن قبل نهاية يعني. في طبعا انا حاسس باللعيبة دي، انا عشت الاجواء دي وعارف اللعيبة دي كويس. زعلانين اللعيبة زعلانة، وخلي بالك الزعل دوت ساعات بيبقى ايجابي جدا انك تترجم الزعل ده وتترجم ان انت عارف انك لعبت، ومهم جدا اللعيبة عارفة انها لعبت مباراة مش على المستوى المطلوب، والجهاز الفني عارف انه ما عملش الشكل اللي يتناسب مع هذه المباراة. كل ديت بنطلع منها ان احنا ننطلق لقدام، ان الغضب اللي على الوجوه دوت انه لازم ان شاء الله في مباراه فيتا كلوب اللي حقق كمان مفاجاه وفاز على المريخ 4-1، ان كل ده يتحول لاصرار وعزيمه، وان النادي الاهلي ولاعيبته لازم تعرف انك اي فرقه بتلعبها لازم الفرقه دي هتوصل لاعلى مستوياتها البدنيه والذهنيه. فيعني بنقول يعني بنقول تفوقه كده وايه، واللي جاي ان شاء الله يعني يمكن حتى على طول موسيماني هيعلن برنامج الفريق في الفتره اللي جايه، موعد طبعا عودته للتدريبات علشان اكيد المباراه المهمه، في مباراه مهمه جدا بتنتظرنا كمان قدام طلائع الجيش في الدوري يوم الاحد اللي جاي في الدوري الممتاز. فطبعا حاليا الاهلي عنده 21 نقطه من 9 مباريات بس، طبعا عشان ظروف ارتباطاته بالمباريات العالميه اللي بره ودوري طبعا ابطال افريقيا. لكن انت النهارده في المركز الثالث في جدول الترتيب، وزي ما حضراتكم عارفين في كذا ماتش مؤجل للفرقه بسبب مشاركته في كاس العالم للانديه، وبعدين ماتش المريخ وسيمبا دلوقتي في البطوله الافريقيه، فلسه المشوار طويل. وزي ما احنا متعودين الفريق فيه قومه بسرعه، يعني انا متوقعه دوت، وان شاء الله ده اللي هيحصل وهو ده اللي معودنا عليه فريق زي النادي الاهلي. زي ما بتقولي مباراه، انا استوعبت إن فكره انه الاهلي لما بيتعادل بيزعل، لان انت الجمهور اللي عندك ده مش بيتقبل منك فكره ان انت يعني ايه ان انت تتعادل. فكره ان انت تتعادل برضو عند الجمهور صعبه، اللي بالملايين ده، الجمهور اللي بالملايين ده عارفه وحاسه بيه. انا دلوقتي حاسه بيه، يمكن احنا طبيعي يعني. اتفضل. لا انا بس بتكلم على فكره كمان لما دخلت القناه اكتر، انا مولوده اهلاويه وبشجع الفريق طبعا يعني من ساعه ما اتولدت يعني، لان دلوقتي النغمه اللي بتطلع تقول لك ايه، اصل انتوا انا يعني انتوا يعني اهلاويه علشان بتشتغلوا في القناه. لا لا لا، اللي حسيت بس بيه اكتر لما بقى اشتغلت في قناه النادي الاهلي، ان امتى تحس بالايه بالزعل بتاع الناس اللي قاعده مستنيه انك بس تفرحها ومش عايزه منك اي حاجه تانية. ده حقيقي يعني. ده اللي حسيت بيه قوي هنا يعني. النادي الاهلي برضو يعني طبعا احنا ما قدمناش غير الفوز. النادي الاهلي ده قدره انك تلعب على بطوله، تلعب على رقم واحد، تكون احسن بتلعب احسن مباريات، احسن اداء، احسن نتيجه. ده قدر النادي الاهلي، وده اللي مستناه النادي الاهلي عشان انت رقم واحد بطبيعي. لكن كمان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي انا عارف كويس، لما بتلاقي الاداء والناس بتموت نفسها في الملعب وبتدوس ولا قدر الله تعادلنا، ممكن الامور تتاخد بهدوء شويه. لكن في المباراه اللي زي دي، وباكد تاني معاك يا اسهام، وباكد لجماهير النادي الاهلي، ما تضغطوش على لاعبتنا قوي، على موسيماني قوي، بلاش الضغط عليه، لان دي مباراه، دي يمكن المباراه الثانيه، الهزيمه الثانيه في مشوار 28 مباراه على لغه الارقام. وخلينا نتكلم بكل امانه بروفيشنال، لغه الارقام بتقول لا، الراجل محقق
نتائج لغايه دلوقتي على اعلى مستوى، جاب بطولات على اعلى مستوى، 28 مباراه خسران فيها مباراتين منها مباراه امام البايرن، ما فيش شك ان ده ريكورد لموسيماني. فبلاش ننتقد موسيماني، التشكيل كان ده ينزل بدري شويه، ده يخش بدري شويه، كل ده نتكلم فيه، لكن على المستوى ان شاء الله زي ما بقول لكم باذن الله هذه المباراه تكون مباراه تفويق بتفوق فرقتنا، ان المشوار لسه صعب وده انطلاقه باذن الله للعشره يا اهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل الناقد الرياضي عمر البنوبي وكلام يخص النادي الاهلي والرياضه العالميه في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، فقرتنا الحوارية الأولى مع النجم المميز المتألق الناقد الرياضي المتميز عمر البنوبي. بنرحب بيك عمر، وحشنا. وحشني يا كابتن هاني ومشاهدي قناة الأهلي، وحشوني. كانت فترة حلوة كنا فيها بعيد عن البيت الكبير شوية عشان برضو النادي الأهلي رجع ببرونزية كأس العالم للأندية، لكن موجودين تاني يوم الثلاثة اهو. ما طلعتش بره البيت الكبير، وكان متألق طبعا مع المتألق كمان اسلام الشاطر في تغطية كانت اكتر من رائعة لوجود نادينا العظيم في كأس العالم للأندية. فرجوعك البيت الكبير انت يعني دايما بتشرفنا وبتنورنا عمر. ما نقدرش نبعد عن النادي الأهلي ولا عن قناة النادي الأهلي يعني، وطبعا كانت الحياة تغطية الناس هي اللي تشهد، الناس هي اللي اتكلمت يعني عنها والحمد لله كان الأهلي كمان راجع بإنجاز. صحيح. أتمنى كمان السنة الجاية بإذن الله يكون في كأس العالم للأندية، اللي هي تتلعب السنة دي برضو يعني، مش السنة الجاية، هي السنة يعني دي برضو إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله الأهلي يكون موجود ويحقق كمان إنجاز أكبر بإذن الله. بمناسبة طبعا الأهلي ورؤيتك يعني، إحنا اتكلمنا يمكن في الإنترو شوية إن في مشوار، حتى مشواري أنا كلاعب بنمر ببعض الظروف الصعبة في مباريات هي اللي بتدينا بوش للبطوله، وبتبقى مباراه تفويق شويه للناس كلها يعني، للجهاز الفني وللعيبه، بتبقى بتفوق اللعيبه شويه لو في نوع من انواع، مش هقول لك الغرور، لكن نوع من انواع ان يعني احنا ماشيين البطوله، البطوله سهله، المجموعه سهله. فده بيبقى مهم جدا ان في مباراه بتبقى هي اللي بتفوق اللعيبه. شفت مباراه النهارده ازاي، المباراه ازاي على الشكل الفني يعني. بما اننا احنا في قناه النادي الاهلي فاحنا بنتكلم اصلا يعني من جوه البيت، وطالما بنتكلم من جوه البيت هو طبيعي ان في كل بطوله انت ممكن ما تكسبش كل الماتشات، لكن المهم انت عندك هدف. انا موجود دلوقتي في دور المجموعات، دور المجموعات هدفي ان انا اصعد، بيبقى هدفي رقم واحد ان اصعد اول، لان الاهلي تعود انه يكون اول، واعتقد ان احنا لسه بدري، احنا يعني بنتكلم في تاني ماتش، انت كسبان ماتش ومعاك 3 نقط، عندك 4 ماتشات تانيين، ويمكن ده اللي موسيماني كمان قاله، قال احنا هنشتغل على الاربع ماتشات التانيين ان احنا هنكسبهم. صحيح. فبالتالي طبيعي ان انت هتيجي في وقت من الاوقات ممكن ظروف عندك، ممكن يكون في عدم توفيق، ممكن يكون عندك ملاحظات فنيه رصدتها كجهاز فني هتبتدي تعدلها الفتره اللي جايه. صحيح. لكن في النهايه النادي الاهلي عمره ما بيقيم بالقطعه، وما عندوش حته ان انا اذبح المجموعه اللي موجوده، لا مدرب ولا لعيبه ولا غيره. في النهايه هي يعني داي اوف زي ما بنقول في الكوره، خلاص وانتهى الامر، وبعد كده بنفكر في اللي جاي. اعتقد ان موسيماني اكيد عنده ملاحظات، والجهاز الفني المعاون له كمان عنده الملاحظات بتاعته، هيشتغلوا عليها مع اللاعبين، والفتره اللي جايه ان شاء الله تكون افضل. والاهلي انا شايف انه برضو ارجع اقول لك الاهلي قادر ان شاء الله يصعد اول مجموعه. اكيد قادرين طبعا، وزي ما بقول لك ان شاء الله ده ممكن يدينا دفعه اكتر ويدينا فوقان اكتر، وان شاء الله انا واثق في لاعبتنا وان شاء الله هيوصلوا بكره ان شاء الله الساعه 8 الصبح، اكيد هياخدوا بكره راحه ونبدا بقى مشوار الدوري تاني، اللي احنا انت عارف برضو عندنا بعض الماتشات المؤجله هنبداها ان شاء الله يوم الاحد الجاي مع مباراه طلائع الجيش. طيب نتكلم طبعا على الكره العالميه بشكل، ويمكن دلوقتي في مباريات مهمه جدا في الشامبيونز ليج، اما اعتقد اتلتيكو مدريد وتشيلسي بيلعبوا، لاتسيو بايرن، مباريات طبعا مهمه جدا. لكن مش هنتكلم على الشامبيونز ليج قوي، هنتكلم على جزئيه مختلفه شويه، بنتكلم على المدربين العرب اللي بيشتغلوا في اوروبا او عندهم فرص ان هم يشتغلوا على مستوى الليفل ايه في اوروبا. رؤيتك ايه، ومن امتى يعني، ومن امتى بدات الخطوه ديت يعني؟ من زمان قوي ما سمعناش ان في ممكن مدرب عربي يمسك فرقه كبيره في الليفل ايه، لكن دلوقتي اعتقد في بعض الوجوه الجديده او بعض المدربين العرب اللي بيشتغلوا في الجزئيه ديت وفي طريقهم ان هم يمسكوا فرق كبيره في الدوريات الكبيره يعني. يعني انا اعتقد كمان انه على مستوى التدريب احنا ابتدينا بعد
اعتزال الجيل بتاع حضرتك طبعا، شفنا بعض التجارب، انه شفنا لك تجربه كويسه جدا في ليرس البلجيكي، قدرت انك تبقي على الفريق في الدوري البلجيكي الممتاز، ودي يعني التجربه الاقوى في عندنا احنا كمصريين. على المستوى العربي بقى، في عناصر كتير، يعني احنا مثلا متابعين مارسيليا الفرنسي. مارسيليا حصل عنده اشكاليه غريبه شويه، انه الاداره اختلفت مع اندريه فيلابواش مدرب البرتغالي، واندريه فيلابواش من المدربين الكبار طبعا، والمدربين اللي عملوا اسمه في سن صغير، مدرب شاب ومشهود له بالكفاءه سواء مع تشيلسي او يعني هو عمل اسم كويس. اندريه فيلابواش اختلف مع الاداره وطلع فجاه قال انه هيقدم استقالته، وطلع بعد كده صرح انه انا شايف انه في التعقدات ما اتخذش رأي فيها، وفي لعيب انا قلت ما يجيش وجابوه، وفي لعيب مشي يكلموني 10 الصبح يقولوا لي اللعيب مشي، وانا شايف ان في عشوائيه في التعقدات بقالها سنين في نادي مارسيليا، وانا مش عايز اكمل. تصريحات عامه، تصريحات عامه، ولذلك النادي قرر بان رسمي انه هينهي عقد اندريه فيلابواش، وانه كمان هيعاقب اندريه فيلابواش على التصريحات اللي صدرت منه. الموقف ده عمل حاجه في حته حتى المدربين العرب دي، انه نادي اولمبيك مارسيليا عنده التكنيكال دايركتور المشرف على الاكاديميات هناك هو ناصر لارجيت. ناصر لارجيت هو مدرب مغربي ومولود في المغرب، واشتغل كان هو الفتره اللي فاتت قبل مارسيليا كان مدير الفني للاتحاد المغربي لكره القدم، وهو جاب هيرفي رونار، هو الموجود حتى في الصوره هنا. فدرب مارسيليا، لجأوا له لانه طبعا ما عندهمش مساحه وقت ان هم يقدروا يتفاوضوا ويتعاقدوا مع مدرب يتوافق مع رؤيتهم بسرعه، فبالتالي هم لجأوا للكادر الفني اللي موجود عندهم في نادي مارسيليا، فلجأوا لناصر لارجيت. لما ناصر لارجيت تولى المسؤوليه حقق فوز على اوكسير في كاس فرنسا في دور ال 64، وبقى اول فوز رسمي لمدرب عربي في قياده فريق توب ليفل في فرنسا زي مارسيليا. وبعد كده كمان يعني كان عنده ماتشات في الدوري، قدر انه يكسب ماتش، تعادل ماتش مع نانت الماتش اللي فات، سواء عنده بقى الماتشين الجايين ليل المتصدر ليون تاني، فالموضوع مش هيبقى سهل. واصلا مارسيليا في المركز اعتقد السادس، وقريب من موناكو، وقريب انه يبقى موجود في المربع الذهبي، لكن المساله مش سهله. هي الفكره انه الكوادر العربيه موجوده وممكن يشتغلوا، بيتم الاعتماد عليهم، ولما يكون واحد زي ناصر لارجيت مثلا بيخطط لنادي مارسيليا، وقبلها كان بيخطط للاتحاد المغربي، وصلهم كاس عالم، جاب هيرفي رونار، كان عنده بعد كده جاب خليلوزيتش، وقبلها كان عامل تشكيل المدربين اللي كانوا موجودين في المنتخبات الناشئين والاولمبي والشباب هناك في المغرب، خدوا بطولات في الوقت ده. هاخد من كلامك، ويعني ان شاء الله من خلال فقرتنا هنتكلم برضو على الجزئيه دي، لان الجزئيه مهمه جدا، دور المدير الفني في اتحاد الكوره، ازاي بيخطط لمستقبل الكوره، ازاي كمان بيطور المدربين، دي نقطه عنجله، لان انت عارف طبعا كابتن محمود سعد النهارده اعتقد ما بقاش موجود في الاتحاد المصري لكره القدم، فهنتكلم عليها فعلا. بالظبط. لكن خلينا نرجع تاني للتشامبيونز ليج ومباريات التشامبيونز ليج. نتكلم على مباراه مثلا بايرن بيلعب دلوقتي لاتسيو الايطالي، شايف المباراه ازاي في اطار التشامبيونز ليج؟ وهل انت عارف بعد بايرن ما رجع يمكن من كاس عالم الانديه كان في بعض النتائج شويه مع هوفنهايم، انترلاكت فرانكفورت اتغلب 2-1، شايف الامور ماشيه ازاي بالنسبه لمباراه بايرن ولاتسيو؟ انا شايف انه بايرن زي ما حضرتك قلت بالظبط، هي واضح ان رحله كاس العالم نفسها والاجهاد اللي كان قبلها، هم كانوا لاعبين ماتش قبل ما يسافروا في نفس اليوم والطياره اتعطلت والقصه اللي احنا عارفينها، اعتقد ان ده اثر بدنيا على بايرن ده اكيد، بخلاف انه عنده اصابات كتير بالمناسبه، يعني برده في اصابات كتير، اصابات والناس عندها برده لسه فيروس كورونا ولسه كورونا، لكن في نفس الوقت انا شايف انه بايرن لا اتاثر بدنيا بعد رحله كاس العالم، لما رجع على ماتش ارمينيا بيلفيلد وتعادل، وبعد كده رغم ان ارمينيا يعني عندهم مشاكل كتير جدا، يعني على وشك الهبوط، على وشك الافلاس، النادي نفسه عندهم مشاكل بسبب موضوع برضو فيروس كورونا والوضع المالي بتاع النادي، لكن هي الفكره ما بتتحسبش كده، زي برضو الناس لما اتكلمت عن ماتش الاهلي وبايرن ميونخ، يا جماعه الموضوع ما بيتحسبش كده، وما بيتحسبش انا يعني قدرت اواجه البايرن واتغلبت 2 او كسبت 1 او تعادلت او كده، الموضوع مش كده، وانت ممكن يبقى البايرن بيلعب ارمينيا بيلفيلد وبيتعادل 3-3، يروح يلعب انتراخت فرانكفورت وكسبان دلوقتي 2-0 على فكره، كسبان لاتسيو 2-0 دلوقتي مثلا، بالضبط. يعني احنا بنتكلم كمان ان هو الماتش اللي فات خسران، فهو فرصه النهارده انه يفوق،
فرصة انه يفوق، لانه بتلعب ماتش ذهاب في دور 16 والماتش برضو مش سهل. فرقة لاتسيو عاملة موسم كويس جدا جدا جدا، فرقة برضو كلها شباب عدا حارس المرمى بيبرينا كبير في السن 38 سنة اعتقد دلوقتي، لكن في النهاية فريق عامل حالة كويسة وسط عمالقة في الدوري الايطالي، لانه برضو لو اتكلمنا الدوري الايطالي السنة دي انتر وميلان عاملين معركة مش طبيعية في الدوري. اكيد تابعت الديربي، اكيد تابعت الديربي وشفت لوكاكو يعني بصراحه دبابه بشريه غير مش ده بدورين يا كابتن هاني يعني وبدنيا لما تشوف تكوينه الجسماني تقول انه تقيل، لكن تشوفه هو بيجري ده مش طبيعي. هو يعني كان ليه يعني هو عمل اسيست وجاب جول، عمل اسيست الجول الاول حلو جدا جدا، والجول الثالث اللي جابه ده يعني حاجه مش طبيعيه بصراحه. يعني انا شايف ان لوكاكو يعني يصنف برضو من أخطر المهاجمين اللي موجودين على مستوى العالم في الوقت الحالي. كمان هو سنا مش زي ابراهيموفيتش، يعني الخناقه اللي كانوا عاملينها مع بعض وعامله حاله في الدوري الايطالي دي سنا الموضوع يبقى صعب قوي يا كابتن هاني. يعني ابراهيموفيتش المفروض يرتاح شويه، هو بقى كبير يعتبر اخوك كبير يعني. وكمان ابراهيموفيتش على فكره الماتش برده وماتش الانتر ما قدرش ان هو يواصل المباراه واشتكى من عضلاته وهو اللي طلب التبديل مهما كان السن. سنه خلاص يعني قرب على 40 سنه. النقطه الثانيه في موضوع لاتسيو عامل موسم كويس. سيموني انزاجي لما اتكلم قبل الماتش ده في المؤتمر الصحفي عن ماتش البايرن قال احنا مش افضل من بايرن، وعارفين انه بايرن يعني يعتبر من اقوى الفرق في العالم في الوقت الحالي، لكن في النهايه احنا هنقاتل على الفرصه اللي موجوده. لاتسيو عنده لعيبه كويسه، عنده ايموبيلي، عنده مجموعه كويسه من العناصر حتى الشباب، وهو انزاجي قادر ان هو يوظفهم كويس، لكن هيقف عند دور 16. يعني انا اعتقد كمان انه حتى لو كان قدر لاتسيو مثلا النهارده في المباراه دي يحقق نتيجه ايجابيه حتى لو تعادل، لكن هيروح طبعا المانيا طبعا الموضوع هيبقى صعب. ما يقدرش ان هو يصمد قدام بايرن في المانيا. اتلتيكو مدريد تشيلسي معركه صعبه قوي جدا. اتلتيكو مدريد ماشي كويس جدا السنه دي. عجبني حاجه في الحلقات اللي فاتت لما حضرتك استعرضت تصريحات فيليب لويس لما قال سيميوني مدرب ما عندوش قلب. هو نازل هيكسب، ما عندوش احتمالات تانية، ما يعرفش يتعامل مع اللعيبه بهدوء، هو ممكن تعامله مع اللعيبه يعمل لهم توتر، لكن في النهايه هو قال فعلا كده، اول ساعات التعامل يعني من كتر حماسه ممكن بيوتر اللعيبه بالظبط. وهو كمان يا كابتن هاني سيميوني حتى وهو لعيب كان كده، يعني ما اتغيرتش الشخصيه. وفكره برضو ان سيميوني موجود مدير فني لاتلتيكو مدريد من اول ما بدا تدريب لحد النهارده وحقق بطولات، الراجل ده واخد 6 بطولات برضو مع يعني 6 بطولات كبار. كان في احصائيه كان من افضل 10 مدربين او مديرين فنيين في اخر 20 سنه على مستوى العالمي يعني. بالظبط، لانه كمان بفريق مش هو ريال مدريد ومش هو برشلونه صحيح، لكن قدر خد منهم دوري، قدر انه يوصل نهائي تشامبيونز ليج، قدر انه ياخد اليوروبا ليج اعتقد. لكن انا شايف انه قدام تشيلسي الموضوع مش هيبقى سهل بسبب توماس توخل. توخل يعني توخل مدرب عنده خبره المباريات دي، يعني كان في البعض متوقع عكس فرانك لامبرد، يعني فرانك لامبرد كان صعب برضو التوخيل مش هيبقى فيه نجاحات كبيرة مع تشيلسي. كان في بعض الناس بتقول شخصية توخيل وشخصية تشيلسي مش المية مش واحدة يعني، لكن بيقدم نتائج كويسة. والنهاردة يعني برضو في الإعداد يقولوا لنا النتيجة كام بس يعني بيقدم شكل جيد جدا مع تشيلسي. هو كمان أنا شايف أنه تشيلسي عنده عناصر كويسة، لكن فرانك لامبرد قلة الخبرة كمدير فني لفريق كبير في الدريسنج روم او في اللي هي غرفه الملابس بتاعت تشيلسي عملت له مشاكل كتير، اولها مع كيبا حارس المرمى وراح اشتكى لمديره النادي، وده كان بدايه نهايه فرانك لامبرد في تشيلسي، انه المشاكل بتاعته خرجت من جوه غرفه الملابس للمكاتب. ليه دايما تشيلسي مرتبط بالدريسنج روم؟ يعني مورينيو نفس المشكله برضو كان دريسنج روم ما قدرش يسيطر بشكل او باخر. مرتبط الكلام ده بتشيلسي ولا انت شايف ان الامور دي من الحاجات المهمه جدا للمدير الفني؟ وهنتكلم على المديرين الفنيين الواعدين بالنسبه للمنطقه العربيه اللي هيدربوا في اوروبا، شايف ده مهم جدا بالنسبه ان السيطره على الدريسنج روم ده شيء مهم في انطلاق المدرب او في فعاليه المدرب الفنيه؟ هو ما فيش مدرب فقد السيطره على غرفه الملابس في اي فريق في الدنيا وقدر انه يحقق نجاح. اللعيبه لما بتبقى اقوى من المدير الفني الموضوع بيبقى صعب جدا. والمدير الفني لما بيفقد السيطره والمشاكل بتنتقل من غرفه الملابس الى المكاتب برضو الموضوع بيبقى صعب على المدربين. فانا اعتقد انه مش مساله تشيلسي بس، هي كل الانديه، لكن في نفس الوقت بتفرق من خبره مدرب
لاخر. يعني فرانك لامبرد خرج من الدار للنار، اشتغل مع ديربي كاونتي شويه، قدر يحقق نتائج، كونه من الاساطير في نادي تشيلسي اداله الفرصه ان هو يشتغل مدير فني ومع مجموعه لعيبه كويسه. لكن لو حضرتك فاكر يا كابتن هاني، احنا هنا اول ناس قلنا تقريبا من اول اسبوع في الدوري الانجليزي انه الموضوع هيبقى صعب عليه. صحيح. حتى في ان هو بدا بدايه كويسه على فكره في بدايه الدوري كان ماشي كويس، لكن مع الوقت تبتدي تبان فرق الخبره، فرق الخبره بيظهر خصوصا مع مشاكل اللعيبه. انت لما بيكون عندك 30 لعيب او 25 لعيب وطبيعي ان هيبقى فيه لعيبه بره التشكيل ولعيبه ما بتلعبش ولعيبه عندها مشاكل، الحاجات دي هي اللي بتفرق في شخصيه المدرب عن مدرب تاني. وبالتالي هو ده اللي حصل. توماس توخل لا، مدرب كبير وعنده خبرات كبيره جدا واعتقد ان هو لا قدر يسيطر على تشيلسي وقدر كمان انه يوظف اللعيبه صح. يعني فرانك لامبرد كان عنده بعض اللاعبين كده كانوا ممكن يحققوا له نتائج افضل او يقدموا اداء افضل، وده ما حصلش بسبب برضو ممكن يكون قله خبرته وطريقته مش مناسبه للعيبه دي. هو ما قدرش يوصل اللي في دماغه للعيبه، برضو اللعيبه شافت برضو تصريحات اللعيبه قالت ان هو ما قدرش يدعمهم عشان يخرج منهم يعني افضل مستوى فني يقدروا يقدموه. ده اتقال من لعيبه تشيلسي وقت رحيل لامبرت. لكن اعتقد ان توخيل ممكن يرجح كفه تشيلسي، لكن اللعب هما بيلعبوا في بوخارست في رومانيا، في رومانيا والمفروض ان ده ماتش اتلتيكو مدريد، لكن انا شايف انه هتعتبر ارض محايده. يعني حتى لو اتلتيكو مدريد بيتكلموا، هما بيتكلموا انه سيميوني احنا هنلعب في اي حته وهنكسب، فده بروح سيميوني. لكن انا شايف ان الموضوع برده مش هيبقى سهل، وبعد كده كمان لما يروحوا يلعبوا في انجلترا هتبقى الفرصه كمان اكبر لتشيلسي ان هو يعدي المباراه دي. لكن ما اعتقدش ان الموضوع هيبقى سهل قوي، يعني لا سهل على اتلتيكو ولا سهل على تشيلسي. طيب نروح المباراه مهمه بكره، مباراه الريال مع اتلانتا. الريال انت عارف كمان بدا يقرب شويه، يعني يمكن اتلتيكو تعثر الجوله الاخيره في الدوري الاسباني بالظبط مع ليفانتي ما كان بتيجي من الفرق الصغيره يا كابتن، يعني على غير المتوقع، يعني دايما بتيجي من الفرق الصغيره. صحيح. وكمان يعني الريال استغل كده، يمكن فاز على بلد الوليد يمكن بصعوبه شويه رغم ان بلد الوليد في المركز ال19، لكن قدم مباراه كبيره جدا على فكره. اتفرجت على المباراه، عملوا نتيجه كويس، عملوا اداء كويس قوي، لكن خبره طبعا ريال مدريد، يعني كازيميرو حط هدف وخلص 1-0. مباراه الريال واتلانتا اللي ماشي كمان بشكل اكتر من رائع في السيريا، شايفها ازاي؟ انا شايف ان اتلانتا برضو عاملين نتائج هايله، كسبوا نابولي 4-2 في الدوري الجوله اللي فاتت في الدوري الايطالي. عندهم لعيبه كويسه، عندهم مدرب جاسبريني مدرب كويس جدا. هو المباراة مش سهلة، وخصوصا انه ريال مدريد هيلعب بره ارضه. طبعا ريال مدريد في حاجة غلط فنيا مش مفهومة في اخر يعني حتى 10 اسابيع مثلا او اخر 10 مباريات، في حاجة غلط في الموضوع. يعني فراودة عنده ما بيسجلوش، اصابات كتير، هازارد كده كده بقى بره الحسابات، يعني ما حدش شايف ان هازارد في ريال مدريد في خالص من اول ما راح. اعتقد انه غياب بنزيما بيأثر كتير على الشكل الهجومي بشكل كبير واضح. يعني المفروض ما يتأثرش نادي كبير زي ريال مدريد بغياب مثلا لعيب زي بنزيما. يعني هم عندهم مشكلة في الخط الهجومي واضحة، هو كريم بنزيما لو مش موجود الماتشات بتبقى صعبة قوي ومتصعبة على ريال مدريد، حتى توصلهم للجون بتوصل للجون، لكن مين يسجل؟ مفيش حد بيسجل. بتشوف انه المدافعين هم اللي بيسجلوا في الماتشات اللي فاتت، يعني سواء الماتش اللي فات او اللي قبله. فاران وكاسيميرو كمان اللي سجل الماتش اللي فات. بس انا شايف انه الموضوع في ريال مدريد هيبقى صعب شويه، لانه اعتقد انه حسب اللي شفناه في الصحافه الاسبانيه كلها انه دلوقتي زيدان على المحك، لو ما قدرش يتقدم في دوري ابطال اوروبا، لو تعطل قدام اتلانتا او حتى ما وصلش للنهائي هيكون عنده مشكله، هيكون في تغيير بالظبط. فالموضوع مش هيبقى سهل. انا اعتقد انه مباراه مش سهله، وكمان ريال مدريد حالته غريبه، بس بيجي في دوري الابطال ويفوق يعني، بس كعناصر تقلق، يعني كعناصر تقلق من الماتش ده. نروح على مباراه ثانيه، مباراه كمان اعتقد من المباريات المهمه جدا، المان سيتي ومونشن جلادباخ الالماني. المان سيتي اعتقد حسم البريمير ليج بشكل او باخر، مونشن جلادباخ على الجانب الاخر بيقدم مستويات اكتر من رائعه في الشامبيونز ليج. المباراه دي شايفها ازاي؟ انا شايف ان مونشن جلادباخ عاملين مغامره من الزمن الجميل. صحيح. يعني هما بروسيا مونشن جلادباخ اعتقد من السبعينات ما وصلوش للتوب ليفل ده في بطولات اوروبا، سواء يوفا كاب او حتى تشامبيونز ليج يعني،
وهم حظهم وحش ان هم يلعبوا مانشستر سيتي. يعني هم اجتهدوا جدا لكن واضح ان هم هيودعونا بكره يعني. صعب طبعا. يعني يعني اعتقد حتى مفيش مفاجات دي تدريبات مونشن جلادباخ، ما اعتقدش ان تتعمل مفاجاه دلوقتي في حاله الفوقان اللي فيها مانشستر سيتي دلوقتي. يعني حتى هو مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي البدايه كانت غير مبشره، لكن لما الفريق فاق وجوارديولا بنفس معدل ادائه اللي شفناه لما كان بياخد البطولات، اعتقد انه صعب قوي انه يقف دلوقتي. وكمان هو يعني ما اعتقدش ان هو بيفكر قوي هو في حسم الدوري الانجليزي، هو اوريدي شبه حسمه، لكن هو تفكيره دلوقتي انه عاوز ياخد دوري ابطال اوروبا لانه ما قدرش يعملها من بعد برشلونه، يعني ولا مع بايرن ميونخ ولا مع مانشستر سيتي، الموضوع بالنسبه له كان صعب قوي. اعتقد انه ده يجدد دوافع جوارديولا حتى لو كان زهق من تجربه مانشستر سيتي، بالنسبه له مفيش جديد برضه، بيلعب كل سنه على الدوري، ممكن بيكسب الدوري لكن ما بيقدرش ان هو يكمل في دوري ابطال اوروبا. فانا اعتقد انه المباراه دي هتكون مش صعب قوي على مانشستر سيتي، لكن وارد انه ممكن مونشن جلادباخ يكون ند ويكون قوي ويقدر ان هو لو حتى طلع بنتيجه ايجابيه، لكن اعتقد صعب. اعتقد مانشستر سيتي اكيد كفته ارجح يعني. طب خارج السياق خالص، المان سيتي اقرب لترانسفير لميسي، ان احنا عارفين اعتقد ميسي مع نهايه السيزون هيمشي، لكن انت برضو رؤيتك الفنيه شايف ايه؟ الترانسفير ماركت رايح ازاي في هيبقى يعني ترانسفير على اعلى مستوى؟ لان يعني في ناس بتقول محمد صلاح هيمشي، في دلوقتي ميسي، في مبابي، في هالاند من بروسيا دورتموند، الاربعه دول هم اللي شاغلين يمكن الترانسفير العالمي خلال الفترات اللي جايه. شايف التنقلات دي ازاي يا عمر؟ تعالى نحسبها يا كابتن هاني. السوق دلوقتي محدود بسبب موضوع الكورونا ماديا على الانديه، لكن شفت النهارده تصريح حلو قوي لمينو رايولا عن هالاند. هو طبعا اي لعيب منور دلوقتي في العالم هتلاقي معاه مينو رايولا يعني. فمينو رايولا قال في 10 انديه بس اللي يقدروا يتعاقدوا مع هالاند على مستوى العالم في الوقت الحالي. ال10 دول منهم 4 انديه في انجلترا. وقال مفيش اي مدرب ولا اي نادي هتقول له هالاند هيقول لك مش محتاج. قال يعني زي ما تكون بتقولي على السباقات الفورمولا 1 وحد يقول مش عايز لويس هاملتون مثلا. فانا اعتقد انه السوق هيبقى محكوم بالاسامي الكبيره اللي فيه، وانا فخور جدا ان منهم محمد صلاح. ان سوق الانتقالات هيتحدد على حسب في 4 اسماء او 5 اسماء هم اللي هيحددوا سوق الانتقالات اللي جاي. مبابي وصلاح وهالاند وميسي، نيمار اعتقد بقى اوت بره اللعبه، كيفن دي بروين. دي بروين تمام. كيفن دي بروين له اصلا تصريح او مش تصريح، يعني الصحافه الانجليزيه كتبت ان هو اجل مفاوضاته على تعديل عقده او تمديد عقده مع مانشستر سيتي، مستني يشوف حركه السوق هتبقى شكلها ايه. هو شايف انه لو في لعيب سواء ميسي او هالاند او مبابي موجود في باريس سان في سوري في مانشستر سيتي السيزون اللي جاي، فده هيديله فرصه انه يتفاوض على قيمه اعلى لعقده وراتب اعلى، لانه على فكره هو عاوز ياخد اعلى راتب اسبوعي في الدوري الانجليزي. هو حاليا هو بياخد اعلى راتب اسبوعي دلوقتي 300,000 استرليني مع مان سيتي، اعتقد انه عاوز يعلى عن كده كمان. فهو مستني يشوف سوق الانتقالات هيمشي ازاي، لانه بالتاكيد مانشستر سيتي هيدور على الاقل لعيب من الاسامي دي، من الاربع اسامي دول. بعيدا عن محمد صلاح ما اعتقدش انه هو هيغامر برضو مع مانشستر سيتي، لكن هيجيله نادي من الكبار ده بالتاكيد، خصوصا انه محمد صلاح ما زال ماشي في الخط بتاعه، هو هداف دوري الانجليزي، محافظ على معدل تهديفه في الفتره الاخيره، بيأدي بشكل اكتر من ممتاز. فاعتقد انه صلاح بالعكس عنده ما زالت فرص انه يبقى موجود. فاعتقد انه يعني هالاند ومبابي وصلاح وميسي هم اللي هيحددوا شكل سوق الانتقالات وشكل المنافسه في الانديه السنه الجايه هيبقى عامل ازاي. لانه اعتقد كمان انه يعني ميسي بالتاكيد مش هيكمل في برشلونه. سبب وده قاله رونالد كومان، انه هو قال انا شايف، قال لما قعدت مع ميسي اول ما توليت القياده الفنيه لبرشلونه كان كلامه انه انا مش عايز العب في فريق بيتغلب 8. صحيح. يعني ده بعد طبعا مباراه بايرن بالظبط السنه اللي فاتت. فهو النقطه الاساسيه دي هي اللي تفرق مع ميسي. الفريق مازال بيخسر ومازال بيخسر كتير، بيخسر يعني كتير وبيضيع. يعني مثلا ماتش قادش اللي فات
الماتش كان غريب يعني. انا لو بشوف ماتش في الدوري المصري مش هيبقى بنفس المستوى اللي هو المتواضع قوي ده. أيه. اللي هو ماتش هو خلصان بضربتين جزاء 1-1 وما كانش فيه هجمات خطيره، هو جول جريزمان اللي اتلغى بس بسبب الاوفسايد. طب عايز اكمل معاك، معانا طبعا المدرب المتالق رادي الجعايدي معانا من بروج من بلجيكا معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن رادي. مساء الخير يا كابتن هاني وعمر وكابتن وفيق، مشاكل في الكليه وشكرا لجماهير الاهلي اللي بتتفرج علينا. اولا طبعا منورنا في البيت الكبير وقناه النادي الاهلي، ثانيا عايز حضرتك تكلمني عن التجربه الجديده والمشوار الجديد من خلال يعني توليك الاداره الفنيه اللي في بلجيكا في احد الانديه اللي بتعاني شويه في الدوري البلجيكي على امل البقاء، وان شاء الله يكون البقاء على ايديك يا كابتن. سيركل بروج. ان شاء الله ان شاء الله. يعني هي تجربة بالنسبة لي جديدة، بتبدع في بلد جديد، لكن يعني المهمة ما هيش جديدة عليها لأنه متعود أنا بالضغط العالي في تحضير المقابلات، متعود بالضغط بتاع المباريات النزول أو الصعود يعني لما كنت لاعب. حبيت يعني نعاون بالخبرة متاعي للفريق، يعني لي صديق هو المدير الفني لفريق موناكو اللي هو يملك فريق سيركل بروج، هو اللي اعطاني معناتها المهمه هذه، يعرف كنتي، يعرف الخبره نتاعي، وحب يعطيني يعني نوع من الفرصه باش نظهر يعني قدراتي كمدرب في الفريق الاول لسيركل بروج. نعرف فريق سيركل بروج تعدى فترة صعيبة ياسر الفترة الأخرانية، خسر فيها 12 مقابلة على التوالي لم ينتصر، وطبعا كما تعرف خلى على المدرب الإنجليزي وأعطى فرصة لمدرب بلجيكي عنده الخبرة، وأعطاني الفرصة لي أنا للانضمام المجموعة الفنية والمدربين كمدرب عام. كمدرب عام موجود، ودي ثقة كبيرة ان طبعا كمان عارفين زي ما حضرتك قلت ان موناكو كمان هو يعني اللي رشحك لهذا المركز، وان شاء الله بالتوفيق لك. لكن طموحاتك القريبة ان شاء الله يعني دي خطوة وخطوة مهمة جدا، وان شاء الله ربنا يوفقكم وتبقوا في الدوري البلجيكي. طموحاتك انت على المستوى الشخصي امتى ان شاء الله نشوف يعني نشوف حضرتك تتولى المسؤولية كاملة في احد الأندية في التوب تيم في الدوريات الأوروبية كابتن؟ هو ذكى هو يعني بالنسبة لي الهدف لي هو الهدف، يعني ان شاء الله اشوف نهار اخر اشوف رادي سعودي في فريق كبير في اوروبا، ولا علاش يعني المدة كلها عديتها يعني في تحضير الشهايد وتحضير يعني الاكسبيرينس الخبرة، وان شاء الله خطوة خطوة. بالنسبة لي انا كنت مع شبان ساوثامبتون وتعلمت يعني الخبرة، وتوا نعدي الخبره هذه لفريق الاكابر، وان شاء الله تكون تربي يعني على قريب العازم. انا بالنسبه لي هو الهدف الكبير نكون مدرب اكابر في فريق كبير ومنظم، وان شاء الله يعني نعطيهم الخبره نتاعي ونعطيهم النصائح اللي تزنى للاعلى ان شاء الله. طبعا كل التوفيق ليك، ويعني دي خطوه مهمه جدا جدا. حضرتك طبعا على المستوى الافريقي على المستوى العربي في مدربين عرب على مستوى عالي جدا، على المستوى الاوروبي نفسنا ان شاء الله يكون في مدرب عربي يقود احد الفرق الكبيره في الدوريات الاوروبيه. كل التوفيق كابتن جعيدي، وبنتمنى لك التوفيق، وعمر طبعا صديقك كمان موجود معانا بيتمنى لك كل التوفيق. بالتوفيق يا كابتن راضي. اعتقد انتوا حققتوا نتيجه هايله باول تعادل مع اندرلخت من الفرق المقدمه يا كابتن هاني. كابتن هاني كمان كان له تجربه في قياده ليرس البلجيكي، وبعد كده يا كابتن راضي الفوز على ماسكرون، فوز بست نقاط زي ما بنقول، في مباريات قويه اللي جايه. واسلاند بيفرن موجود في مؤخره الجدول، لكن اعتقد انها مش هتكون مباراه سهله. ايف فاندر هايخم مدرب كبير، وتوماس بافل موجود مع حضرتك في الجهاز الفني. اعتقد انه هي كتجربه نتمنى لها اكيد كل التوفيق من هنا، يعني كادر عربي وافريقي مشرف
فأتمنى لك التوفيق طبعا، وإن شاء الله المباريات اللي جاية تكون بنتائج فيها انتصارات بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. عايشك عمار المسكر على التشجيع كلية، يعني أنت والمفاعل والكل عامة بالنسبة لي أشوف يعني كما كابتن هاني يذكر يعني الممرر الإفريقي ما زال مش موجود يعني بكثرة في البطولة الأوروبية، ونعرف البطولة الأوروبية والقيمة بتاعها. يعني بالنسبة لنا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا هذا هدف، لكن إن شاء الله نشوفوا ممارسين اخرين ولا لاعبين قدامى اللي يدخلوا العالم التدريب ويدخلوا العالم التدريب من باب كبير في اوروبا. بالطبيعه هذا يلزم تحضير وتاثير، ولكن ثم اتفاق نوعا ما من خاصه من اللاعبين القدامى اللي لعبوا في اوروبا واللي لعبوا يعني خاصه في البطوله الانجليزيه يعني يبداوا بالشهاده بتاعهم، ولكن هذه فرصه بالنسبه لي اللي باش نذكر اللي المدرب الافريقي عنده القدرات باش يقوم بنتائج في اوروبا، لكن لازم فرصه. سواء انا لي 10 سنين توا في اوروبا وفي ساوثامبتون عندي كل القدرات، ان شاء الله ناخذ كما قلت لك التجربه هذه توصلني يعني للاعلى. بالنسبه يعني لشاكل بروج شفنا يعني الجمعه اللي فاتت انتصرنا ضد مشكرون اللي هو فريق يعني منافس على النزول، وانتصرنا عليه اعطتنا يعني ثقه كبيره ياسر، اعطت اللاعبين ثقه كبيره ياسر، واعطتنا بالنسبه بالطبيعه للاطار الفني الوقت باش نخدموا على بعض النقاط الاخرى لتحضير المقابله. بشيء مقابله اندرلخت كانت مقابله كبيره ياسر، كنا ضد فريق كبير عنده امكانيات فرديات ومجموعه، تمكنا يعني بالتعادل تعادل ايجابي بالنسبه لنا. وزي أعطانا كما قلت لك يعني خاصة الثقة اللي تفقدت في الفترة الأخرانية، وبالنسبة لي تمكنا يعني بانتصار في المسكرون اللي هو فريق مش ثاني، فريق صعب يلعب باللعب الطويل ويحسم يعني الكرة الأولى بالثانية، وذا قلقنا بعض من الأوقات، لكن الحمد لله انتصرنا. وان شاء الله في المقابله الجايه ضد وزلاند اللي هو فريق يستيش يعني المنافس يعني نزول، ويزمنا الانتصار ثلاث نقاط ان شاء الله. كل التوفيق ليك يا كابتن، كل التوفيق ليك يا كابتن، نتمنى لك التوفيق ككادر عربي واعد ان شاء الله في الدورات الاوروبيه. شكرا جزيلا على اعلى مستوى، يعني كان لي لقاء معانا حتى هنا في البيت الكبير، هو في هارتفورد الامريكي بالظبط، صعدهم بلاي اوف، وده كان نتيجه كبيره بالنسبه لهم اول مره في تاريخ النادي ده. اعتقد انه ده مرتبط بكلامنا، حتى مرتبط بالنادي الاهلي يا كابتن هاني، يعني حتى حضرتك استعرضت الكلام، هو كابتن راضي في وسط كلامه قال انه المدرب الافريقي اصلا بشكل عام والمدرب العربي عنده القدره انه يشتغل، وعنده القدره انه يشتغل في اوروبا كمان. احنا عندنا دلوقتي هنا مثلا في النادي الاهلي بيتسو موسيماني مدرب جنوب افريقي على اعلى مستوى، ويعني بطولات سي في كبير كل حاجه. اعتقد انه الثقه لازم تبقى زياده في المدرب المصري والافريقي والعربي، اكتر من فكره انه انا دايما بلجا للخواجه اللي جاي لي من هولندا، المانيا، انجلترا، بلجيكا، اي مكان مزبوط. لكن انا عندي كوادر كمان تشتغل في اوروبا، تمام. هي دي النقطه الاهم الواحد عايز يركز عليها. يعني مثلا التجربه كمان اللي اتكلمنا فيها بتاعت مارسيليا الفرنسي، هم اعتمدوا على كادر عربي موجود عندهم. دلوقتي هم بيفاوضوا خورخي سامباولي، يعني هو خورخي سامباولي اعلن استقالته من اتلتيكو مينيرو، قال ان اخر ماتش ليا يوم الخميس اللي جاي في البرازيل بالظبط، واعلن استقالته. واعتقد ان خورخي سامباولي من المدربين الكبار قوي، يعني مع تشيلي خد كوبا امريكا، ويمكن ده يعني ده هو حتى في اتلتيكو مينيرو اللقطات اللي بتتعرض دلوقتي هو قدم استقالته اوريدي خلاص بالظبط، اعلن النهارده استقالته لانه راح مارسيليا. هم شافوا انه سامباولي، بالمناسبه سامباولي كان هو اختيار جمهور برشلونه الاول، يعني في 2000 افتكر 2018 2017 2018 جمهور برشلونه لما استطلعوا رايه مين يمسك الفريق كان خورخي سامباولي هو بالنسبه لهم المدرب المفضل. هو تجربته في اوروبا الوحيده كانت مع سيفيا الاسباني في 2016 2017،
لكن اعتقد انه مع مارسيليا بالنسبه له فرصه وبوابه انه يرجع تاني يدرب في اوروبا. يعني هو درب سانتوس البرازيلي واتلتيكو مينيرو منتخب تشيلي، لكن هتفضل فكره انه يدرب في اوروبا ويكون مع فريق في دوري من دوريات التوب 5 هو بالنسبه لسان باولي هتكون الافضل. هو كمان اعتقد انه الخميس اخر ماتش، اعتقد انه مارسيليا عنده يوم الاحد ماتش ليل مع اول الدوري، فاعتقد هيحتاجوا انه يكون معاهم المدرب الجديد المستقر مش المدرب المؤقت. يعني خلاص الانتقال هيبقى سريع جدا، يعني تواجد في المباراه هيبقى سريع على طول. واعتقد انه حتى تجربه نصر لارجيت مع انها قصيره مع فريق مارسيليا، لكن بتقول انه الكادر الفني العربي والافريقي يعتمد عليه، يعتمد عليه في توب ليفل، يعتمد عليه لو مهمه صعبه زي البقاء في الدوري البلجيكي مثلا زي ما شفنا مداخله كابتن رادي جعيد. طيب هاخد من كلامك والكوادر على مستوى المدربين، الكوادر على مستوى المدربين العرب، ونتكلم على المصريين، الكوادر على مستوى التدريب المصري. اروح بيه للاتحاد المصري والمدير الفني للاتحاد المصري. يعني طبعا استقال اعتقد الكابتن خلاص محمود سعد. عايزين نعرف الناس الدور الحقيقي للمدير الفني للاتحادات بيبقى شغال ازاي على مستوى المدربين. خلينا نتكلم في دور للمسابقات ودور للمنتخبات، لكن خلينا ناخد ملف المدربين، ازاي نأهل مدربينا، وعندنا مدربين ظهروا حتى في الدوري المصري بشكل اكتر من رائع. عايزين نشوف مدربين زي الدوري الالماني، لينيان يعني عنده 33 سنه، عايزين نشوف مدربين كمان صغيرين. بالمناسبه ناجلسمان هو فعلا المرشح لتوتنهام، يعني توتنهام دلوقتي عندهم مشكله مع مورينيو، النتائج بتتراجع، وهو مورينيو عامل شرط جزائي فظيع تقريبا 25 مليون استرليني، فهم مش هيقدروا يمشوه، فبيحاولوا يشوفوا لها حل. لكن هم النهارده شفت الصحافه الانجليزيه بتتكلم عن مين ناجلسمان مع لايبزيج، هو الاختيار رقم واحد بالنسبه لتوتنهام الفتره اللي جايه لو مورينيو هيمشي. فاعتقد طب عايزين نشوف يعني مدربين مصريين بمستوى عالي عندهم 33 سنه، بتتكلم في لعيبه دلوقتي بتلعب لسه في الملعب اكبر من 33 سنه. صح. الملف ده ازاي بروفيشنال نديره بشكل بروفيشنال عشان يبقى عندنا كوادر مدربين تقدر حتى في الدوري المصري تثبت وجودها اكتر، وتبدا كمان تخرج في اوروبا ونشوف مدرب مصري في اوروبا، ده هيبقى شيء عظيم. يعني انا اعتقد يا كابتن هاني انه النهارده طبعا شفت البيان اللي صدر عن الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص انهاء عمل الكابتن محمود سعد وتوجيه الشكر له على الفتره اللي قضاها في منصب المدير الفني لاتحاد الكوره. لكن منصب المدير الفني لاتحاد الكوره هو له اكتر من جزئيه او وظيفه بيشتغل عليهم بشكل اساسي، منها الجزء الخاص بالمدربين وهو الدورات التدريبيه والرخصه والتطوير وحتى عقد اجتماعات دوريه مع المدربين مع انديه الدوري وحتى المدربين اللي لسه مرشحين ان هم يشتغلوا علشان فكره التطوير. التطوير ده بيتم ازاي؟ بيتم من وجود اصلا خطه لاتحاد الكوره، خطه طويله المدى تخص المدربين واسلوب لعب الكره المصريه نفسه. هو الموضوع هنا ماشي اجتهاد شخصي، كل مدرب او كل فريق عنده فلسفه معينه، بنشوف وادي دجله عنده فلسفه معينه بيجيب لها مدربين ومصمم عليها، بنشوف النادي الاهلي عنده فلسفه الانتصار الدائم وبيحاول انه دايما يوظف لعيبته مع المدرب اللي موجود احسن توظيف انه يقدر يستفيد منهم ويحقق انتصاراته. عندنا الباقي الموضوع فيه شبه عشوائيه فنيه، ده اللي اقصده، مش عشوائيه في الاختيارات او حاجه. كل مدرب بيجي بيبقى عنده افكار وعاوز يطبقها، لكن المفروض انه حتى ده يتم في اطار كبير شويه لمصلحه المنتخبات الوطنيه كمان ولمصلحه الكره المصريه. وانه يعني كان في معضله فكره انه مثلا لو جبت، نتخيل كده ان انا جبت جوارديولا يدرب منتخب مصر بكره وعاوز يطبق اسلوب اللعب بتاعه في منتخب مصر، هيبقى مستحيل. مستحيل يا كابتن هاني، لانه علشان جوارديولا يمسك منتخب حتى لو منتخب اسبانيا لازم يكون عنده على الاقل نص فرق الدوري بتلعب بالاسلوب بتاعه ده. وبالتالي انت المفروض كاتحاد كوره المدير الفني بتاعك ايا كان المدير الفني القادم هيكون مين، انه يكون عنده خطه، والخطه دي تكون في مصلحه الكره المصريه ومتماشيه مع وضع الكره المصريه. ما ينفعش ان انا ممكن اقول انا هجيب خبير اجنبي ويبقى هو التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكوره، لكن هل هو هيبقى دارس وضع الكوره في مصر شكله ايه فنيا، مستوى الفرق، مستوى اللاعبين، القياسات البدنيه، الحاجات دي كلها هي محتاجه حد يكون هيعمل الخطه دي علشان يقدر ساعتها يطور
مستوى اولا المدربين، ثانيا مستوى الكره المصريه كلها صحيح. والمنتخبات صحيح. الوطنيه. فالموضوع مش سهل، الموضوع مش كبير سهل، لكن ملف هاي. ملف كبير، وان شاء الله خلال الحلقات اللي جايه عايزين نفتح الملف ده، لان زي ما بنتكلم على كوادر اللعيبه بنتكلم كمان على جزء مهم جدا كوادر المدربين، وخاصه مدربي كمان المنتخبات، وعشان تجيب مدرب منتخب يتماشى مع الكرة المصرية ويبقى هو كمان مدربين المنتخبات على مستوى الناشئين والمنتخب الأولمبي هي القاعدة الأساسية للمنتخب الأول، منظومة متكاملة بتسلم بعضها، ده سيركل كبير جدا جدا بالزبط. إن شاء الله من خلال الحلقات اللي جاية طبعا يشرفنا أن تكون موجود معنا فيها عمر حبيبي كابتن. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا عمر. شكرا كابتن هاني. دي كانت فقرتنا المميزة مع عمر البنوبي. بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير طارق سليمان. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، لسه البيت الكبير مستمر. فقرتنا الحوارية التانية معنا فيها واحد من نجوم الكبار، والحقيقة زي ما كنا بنتكلم قبل أو في الانترو يعني عن أنه خلاص يعني الأهلي خسر النهاردة 0-1 لفريق سامبا التنزاني. صحيح المباراة كانت صعبة، كانت في أجواء كلها صعوبة وفيها شحن وحشد جماهيري رهيب، ولكن كل ده ما يمنعش ان احنا بنواجه انفسنا. والحقيقه ان احنا دايما بنقول ان البطل لازم يركز ولازم خلاص يعني بيفوق رب دارة النافعة. ممكن اللي بيحصل ده يكون بدايه جديده علشان الاهلي يكمل مشواره في دوري ابطال افريقيا. ما هي السيناريوهات المتوقعة للأهلي في مجموعته؟ الأهلي المفروض إيه اللي يتعلمه النهاردة من هذا الدرس المستفاد بعد ما الماتش ما انتهى؟ هيكلمنا في ده المدرب الكبير مدرب حراس المرمى طبعا كابتن القدير طارق سليمان. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا أستاذ. نورنا. الله يكرمك، تحياتي لحضرتك طبعا. أهلا بيك. كابتن هاني كابتن طارق منورنا منورنا. أهلا بيك في البيت الكبير. سعيد ان انا موجود معاكم طبعا وفي بيتي وفي قناه النادي الاهلي حبيب. دايما حبيب. يعني ببقى جاي سعيد وانا جاي قناه النادي الاهلي. الله يخليك احنا دايما سعداء يعني. طبعا منورنا كابتن. وهاخد من اخر طبعا اخر حاجه طبعا مباراه النادي الاهلي، وانا خدتها في جزئيه تانية خالص، خدتها في جزئيه ان ساعات في مشوار اللعيب او مشوار الفريق بيبقى في مباراه تفوق، في مباراه لو انت ماشي في سكه وفاكر ان الامور بقت سهله مجرد ان انت حصلت على بطوله وماشي بشكل اكتر من رائع حتى على المستوى البطولات العالميه، بيبقى في حاجه كده لازم تفوقك شويه. انت شايف بجانب الشكل الفني ممكن نتكلم عليه شويه، لكن شايف نتيجه مباراه النادي الاهلي النهارده ازاي؟ طيب في البدايه طبعا اي بطوله يا كابتن هاني، وانا شفت الكلام ده يعني في الفتره كنت موجود فيها فتره كبيره، اي بطوله لازم فيها بتعدي بمراحل صعبه دايما. مفيش بطوله ابدا من اولها لاخرها كده بتبقى كلها سهله، مستحيل. يا بتبقى البطوله المرحله الصعبه دي في بدايتها، يا اما بتبقى في الوسط، يا اما بتيجي في الاخر شويه. انما لازم يبقى في مرحله صعبه بتعدي بيها لازم، وهي بقى بتبان بقى يعني دايما معدن لعيبه النادي الاهلي، ويعني دايما متعودين ان احنا دايما في المواقف الصعبه دي بيبان الايه قدرات اللعيبه والجهاز الفني، بيبقى فيه اللمه وبيبقى فيه كل حاجه يعني بتتلاح بنعدي منها. فاحنا دلوقتي في ظروف يعني مش هقول ظروف صعبه، ولكن ايه مرحله انت عندك مباراه خسرتها، المجموعه طبعا انت عارف بتلعب 6 مباريات، عندك لسه 2، عندك مباراتين على ملعبك، عندك لسه ان شاء الله جاي لك فيتا كلوب، وعندك كمان سيمبا جاي لك تاني. فدول ماتشين ب6 نقط. هي الحسابات بتبقى كده، لما باجي انا احسب الماتشات دي بحسبها كده، انا عندك 6 مباريات على ملعبي 3 نقط، وعندي لسه ماتشين كمان على ملعبي، يعني ممكن ان شاء الله باذن الله يبقى احنا رصيدنا بيتعدي بيتكلم في 9 نقط ان شاء الله بالمكسبين اللي هيبقوا على ملعبك. بتدور بقى على انت لازم تكسب مباراه بره مهمه جدا عشان توصل 12 نقط، لان انت احنا ممكن توصل ب9 وممكن توصل اول كمان، بس لسه الحسابات دي لسه شويه، الحسابات مختلفه شويه، وخاصه النهارده كمان فيتا كلوب كسب المريخ. فطبعا سيمبا بقى 6، انت ممكن ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله مفيش صعوبه قوي. انما لو اتكلمنا على مباراه النهارده، انا شايف ان الاهلي زي ما كنت بكلم مع الاستاذ سهام قبل الهوا، في بعض يعني مثلا ايه موضوع الجمهور، احنا فتره كبيره جدا جدا الاهلي ما بيلعبش في وسط جماهير كتير كده، غير بس الفتره الاخيره اللي هي بتاعت كاس العالم للانديه. الجو حر، وانا عارف يعني ايه جو حر، حضرتك طبعا يعني رطوبه كمان، رطوبه عاليه قوي في تنزانيا، رطوبه عاليه جدا. كانت قبل المباراه بيوم او بيومين كانت بتوصل 60 و70%، انا كنت متابع يعني. ايوه فالرطوبه هناك بتبقى عاليه قوي يا كابتن هاني. الملعب حلو طبعا مفيش كلام، الارضيه حلوه جدا، وملعب استاد كبير واستاد حلو يعني. انما في النهايه هي مباراة وانتهت، لازم نفكر في اللي جاي، اللي جاي ده مهم جدا بالنسبة لنا يعني. فإن شاء الله بإذن الله، مش أنا متأكد إن الأهلي هيطلع أول مجموعة إن شاء الله بإذن الله،
انما لو كلمنا بقى على تفاصيل المباراه يعني ممكن يبقى فيها، ما كنتش حاسس ان الرغبه موجوده قوي النهارده. كان الاهلي حتى ما جينا فينا جون في الشوط الثاني برضو ايه، تحس ان هم عندهم استحواذ شويه في نص الملعب، كان الاستحواذ بتاعهم اكتر شويه. احنا يمكن في الاخر كان في قرصه شويه في الاخر يا كابتن هاني، 10 دقايق اعتقد كانت القرصه دي فترات الاهلي يعني. والقرصه دي يعني في فرصه ضاعت لمحمد شريف اللي جون طلعها بشكل كويس قوي قوي. وبعدها لما الجون وقع ضيع حوالي دقيقتين ثلاثه، وفي الاخر الجون الحكم بيحسب 40 ثانيه وقت يعني بعد الاربع دقايق، حسب يعني الاربع دقايق ما تلعبوش. صحيح الاربع دقايق تلعب منهم دقيقه واحده بس، وبعدين الجون وقع خد له حوالي دقيقتين ونص. فطبيعي انت بقى دايما، ما هو هنا بيبان يا كابتن يعني نيه الحكم. الحكم لو فير الطبيعي ان يديك بقى وقتك اللي الجون ضيعه، ده جون فضل قاعد حوالي دقيقتين ثلاثه يعني، فالطبيعي ان حسب 40 ثانيه بس. صحيح. فعشان كده كان في نرفزه شويه، وكان في يعني ايه اللعيبه يعني زعلانه. السيد راح والشناوي راح. حاسه ان احنا كنا ممكن القرصه دي كانت قريبه قوي. مظبوط. القرصه دي كانت المفروض تبقى من بدري شويه. صحيح. هي دي النقطه اللي انا ايه كان يعني ايه، كان لازم القرصه دي بدل ما انا استنى عايز الدقيقتين او الثلاث دقائق اللي الحكم هيديهم لي، لا كان ممكن يبقى في وقت بدري شويه، كانت القرصه دي تبقى موجوده، كنا ممكن نكسب او نتعادل على الاقل يعني. كابتن طارق، احنا دايما نقول انه خلاص يعني ماتش وعدى، البطل وصاحب المركز الاول دايما بيبص لقدام ما بيفكرش في اللي فات. بس انا شفت لما كنا في الانترو كان في لقطات للعيبه وهي في المطار، وطبعا يعني عشان يطيروا النهارده ويوصلوا باذن الله بالسلامه، كان التاثر باين عليهم يعني طبيعي جدا جدا يعني. التاثر ده بقى ممكن يعني ياثر عليهم معنويا، ممكن الخساره ديت تفضل ممتدة معاهم فتأثر كمان على مشوارهم اللي جاي اللي احنا بنقول أكثر صعوبة من اللي فات. بتهيألك يا أستاذة سيام ما حصلش قبل كده إن الأهلي يعني دايما الخسارة ما بتجيبش خسارة وما بنقعدش كتير يعني، لا دايما الأهلي لما بيخسر مباراة بتلاقي المباراة اللي بيرجع بسرعة. وده عادة النادي الأهلي على فكرة على مر الأجيال. صحيح. مستحيل الأهلي يعني يطول قوي في إن يبقى عنده أداء مش كويس أو خسارة مباراة أو اتنين، ما بيحصلش الكلام ده. ده تأثر اللعيبة دي معناها ده بيبقى طاقة إيجابية مش طاقة سلبية خالص. طاقة إيجابية للي جاي. فأكيد أكيد الكلام ده يعني بيتقال من الجهاز الفني وبيتقال من المسؤولين. إيه الصورة كنت بتكلم عليها كابتن طارق؟ يعني أنا شايفة يعني طبيعي. لا بتبقى زعلانة. خد بالك بقالنا الأهلي بقاله فترة ما خسرش. بيتهيألي تقريبا دي أول خسارة مع موسيماني. أيوه. يعني دي أول خسارة مع موسيماني. تاني بعد بايرن. انا البايرن ده ما بحطوش في على اساس بره الحسبه شويه. فانما طبعا تاني خساره لو البطوله رسميه برضو كاس العالم. طبعا فاول خساره يعني دوري عام وافريقيا تقريبا دي اول خساره لموسيماني مع الاهلي. والاهلي بقاله فتره كبيره يا كابتن هاني ما خسرش في افريقيا. اعتقد بقالنا 13 مباراه اكتر يعني بيتهيألي 17 مباراه في دوري الابطال بدون هزيمه. فعشان كده ده التاثر جاي من الحته دي ان الاهلي بقاله فتره. والنهارده برضه بقى يعني احساس ان الاهلي زعلان قوي لانه ما كانش يخسر يعني. الاجواء شويه ممكن تبقى موضوع الجو ده هو ده العنصر مهم قوي. وده احنا ما يعني انا لان انا كنت قريب، احنا برضه السنه اللي قبل اللي فاتت احنا خسرنا هناك 1-0 برضه من سيم. فعايز اقول ان الاجواء هناك بتبقى صعبه، مش اجواء الجمهور ده ما فيش مشكله قوي لان الجمهور هناك طيب قوي يعني، الناس هناك مسالمه والناس طيبه مش شرس يعني مفيش فيه، لا بالعكس. انما هي المشكله كلها في الرطوبه زي ما كابتن هاني قال، الرطوبه عاليه قوي يا استاذ سام. فالرطوبه دي بتاثر على اللعيبه بشكل كبير جدا. حتى اداء اللعيبه النهارده لما بنتكلم ما فيش القرصه قوي او ما فيش الحته دي، ممكن دي تبقى بسبب الرطوبه. حتى هم رفضوا ان الماتش يتاجل ويتلعب متاخر ساعتين عشان برضو عارفين هم ان عايزين يستغلوا نقطه، عايزين يستغلوا دي في صالحهم يعني. طبعا باين قوي ان الرطوبه النهارده كانت مأثره على اداء لعيبه النادي الاهلي في الملعب يعني. الرطوبه بس يعني من وجهه نظرك؟ انا شايف اصل انا عشت الاجواء دي اكتر من 4-5 ماتشات هناك في نفس الاجواء دي كده. ما بنقدرش، الرطوبه صعبه جدا، تتكلم في 60% و70% حضرتك يعني. انا عارفه. وكان شريف شعبان كمان زميلنا برضو في تنزانيا كان بيتابع الموضوع، يعني عايز يقول لك الرطوبه يعني الجو كان صعب، وصعب دي كانت كلمه قليله، هو ما قالش كده بس فيما معناه. الحر هناك مش مشكله قوي. لا انا برضو عندي كده، قد الرطوبه انا استحمل الحر. ما استحملش الرطوبه. عاليه جدا عاليه جدا. بتأثر كمان على التنفس والجهاز التنفسي، هو كمان بتأثر على يعني. خلينا نتكلم بكل امانه، وتاني بكرر ده مش شماعه يعني. طبعا دايما طبعا بنقول دايما احنا بنقول ما فيش حاجه انزل انت المفروض النادي تحت اي اجواء، لكن في عوامل بتبقى صعبه على اللعيبه دي.
حتى بانت في عمليه انك بتبني الهجمه في بطء شويه في الاداء، يعني البطء ده نتيجه الخمول شويه لانه بيسبب خمول، فانت الرياكشن بتاعك مش سريع مش خفيف في الملعب بلغه الكوره يعني، فده اثر حتى الناس بتتكلم على البطء، البطء جاي من الرطوبه بشكل خاص. مظبوط معاك 100%. طيب أسوأ ما في مباراة اليوم أكيد الهدف، والهدف الحقيقة زي ما قلنا يمكن جيب من تصويبة بعيدة المدى من بره منطقة الجزاء، بالرغم من أن أنت عندك يعني ثلاثي بيلعب على الدايرة. كلمني عن ده وكلمني عن اختياره للعيبة دي اللي لعبت في وسط الملعب على ديانج، بتكلم على فتحي وأكرم توفيق. والله هو كان له وجهه نظر انا ان هو عايز ممكن يكون هو اكرم لعبه ناحيه اليمين عشان برضه يبقى في هاني مع هاني شويه يبقى في جبهه ناحيه اليمين، وهاني لما بيتقدم ويبقى يعمل ناحيه هجوميه يبقى اكرم برضه بيامنه شويه في الحته دي، اشتغل فيها مباراه بالميراس تفتكر بالظبط كده. ايوه تمام بالزبط. نفس الشكل اللعب النهارده، وفي نفس الناحيه الثانيه برضه كان حمدي فتحي بيلعب ناحيه الشمال برضه، فيبقى برضه بيأمن محمود وحيد لو محمود بيلعب ناحية هجومية، وديانج بيلعب بقى في على الدايره، وطبعا انت عارف ديانج بقى بيبقى موجود اكتر شويه في الناحيه الدفاعيه وبيكمل كمان ما عندوش مشكله، بالتالي هو الوحيد اللي ممكن ما يبقاش عنده مشكله في الاجواء دي، مشكله انا متعود عليها اعتقد يعني. فالشكل ده هو كان عايز يلعب بيه ان يبقى يأمن شويه في الجو الحر ده، يبقى برضه الثلاثه الديفندرات دول برضه ايه يبقوا ستاره قدام وفرقه بنلعب فرقه كبيره على فكره، فرقه كويسه طبعا عشان بس نبقى بنتكلم برضه ان ده حقها. الفرقه دي لعبت كوره النهارده ولعب يعني نقلت كتير، وعندهم عناصر، عندهم الراجل اللي جاب الجول ده اللي هو الاشول ده لعب كويس قوي، خط الدار بتاعهم كويس جدا، حارس المرمى برده كويس، فاللعيبه كلها كانت بتلعب النهارده من سيمبا، لا فرقه كويسه، فرقه بتلعب كوره ما بتطفش يعني، حتى بتحضر كويس بتنقل في نص الملعب لحد الاخر الفرقه بتمسك كوره في نص الملعب وبتنقل كتير على الاهلي في نص الملعب، وزي ما النقل الكتير ده وانت ما بتقدرش تقطع الكوره ده معناها ان انت برده الكابتن النقطه اللي قالها انها في خمول شويه في اللعيبه، اللعيبه مش قادره تجاريهم في حته الجري الكتير ده لان هم متعودين على الاجواء دي. بس ده اختلف في اخر الماتش يا كابتن، في اخر دقيقتين ثلاثه يا استاذه سهام الاهلي في اخر دقيقتين ثلاثه حس بقى بالخطر خلاص ان الاهلي يطلع خسران، اللعبه تطلع خسران الماتش، فعشان كده كان في فرصه مهمه قوي لمحمد شريف اللي جون طلعها، وبعدها كمان بقى كان الاهلي يعني اعتقد يا كابتن طارق كمان يعني خلينا نتكلم حتى التغييرات ممكن تكون متاخره شويه، لكن احنا شفنا تغيير ايمن اشرف فرقت بسرعه جدا. ايمن دخل عمل 3 كروس مش بالزبط. تقليلا من محمود وحيد، لكن كنا بالظبط فريش ولسه النفس فيه موجود وعمل كورتين بشكل اكتر من رائع، وبدانا نخش ال 18 وده اللي يمكن ضايق شويه لعيبه النادي الاهلي ان الحكم صفر بدري شويه، لان حسينا ان احنا بدانا نخلق فرص على الاقل يعني. بص انا اول ما الجول يعني عرفت ان الجول هياخد له دقيقتين ثلاثه، انا قاعد بتفرج على المباراه وعارف ان الجول هيضيع دقيقتين، ساعات بتيجي مدرب الحراس بيقول كده يعني، لا انا متاكد ان هم قالوا له بره اقع يعني، لان بص في خطوره يعني، الاهلي خلاص بعد الفرصه اللي ضاعت بتاع محمد شريف جون يعني بعدها قعد، وبرده الحكم هنا برده انت بتدي 4 دقائق، ما دي من الحاجات الغريبه يا كابتن اللي انا دايما بشكك في الحكام، ما بقاش الحكم لو فير وحكم النيه بتاعته كويسه ان الجون انت اديت 4 دقائق، الجون وقع دقيقتين ثلاثه، طب ما تيجي بقى تكمل تستكمل، انت معوضتش بتقعد ب 40 ثانيه، طب انت ليه ما بتحرمني ان انا ممكن اتعادل؟ يعني ليه انا مش فاهمها يعني بتبص الساعه، انا ظابط الساعه شايف الساعه يعني 40 ثانيه بالظبط وام صفا، طب يكون خد له دقيقتين ثلاثه وفي الوقت الضايع، فهنا جون قال لك خلاص انا ضايع 3 دقائق دول الحكم يعني، هنا يبقى النية يبقى دايما انا بتدخل انا جوايا ان الحكم ده يعني في حاجه في وحصل كتير انا شفتها كتير جدا من الحكم ده بالذات في الترجي وفي اماكن كتير كنا بنروح، بس في الوقت اللي ممكن يرد عليك كابتن طارق قاعد دلوقتي بيسمعك يقول لك يعني هي فرقت يعني الدقيقتين الثلاثه دي يعني كانوا يعملوا يعني كانت هتفرق يعني معاهم يعني، لا تفرق بس مع الاهلي بتفرق، حضرتك ترد ايه؟ مع الاهلي بتفرق، مع الاهلي بتفرق طبعا ما احنا الاهلي خد بطولات في الوقت ده كتير، وكره محمد شريف كانت ممكن تدخل، فحته بقى تقول لي اصل عشان كده انا قلت في البدايه برضه حضرتك، انا قلت في البدايه الارصه دي كانت عايزه تبقى بدري شويه عشان ما استناش الدقيقتين ثلاثة اللي الحكم ممكن زي ما حصل في نهائي افريقيا مع الوداد، ما الحكم حسب 3 4 دقايق ما حسبهمش قبل الوقت ما يخلص صفر، ده حتى بقى قبل الوقت ما يخلص اللي هو من الوقت اللي هو مديه صفر قبليه، فيعني التحكيم ده ما بنخلصش منه ابدا في بالذات الحكام في افريقيا يعني. ما طب تعالى مع حضرتك نقيم يعني على مستوى الهدف، ما اعتقدش الشناوي كان يقدر يعمل افضل مما كان، يعني تشرح لنا برضو الهدف وشايفه ازاي، يعني انا من وجهه نظري كان لازم يبقى الضغط اعلى من شويه، لازم يكون في يعني حمايه حتى للشناوي من تسديده، وطلعت بشكل اكتر من رائع يعني، تقييمك للشناوي في المباراه دي؟
الشناوي في المباراه في مجمل المباراه عمل مباراه كويسه قوي يعني في اول مباراه خالص في اول 10 دقائق تقريبا ربع ساعه شايل كره مهمه جدا في اول مباراه الراجل سندها فطولت شويه راح اتعامل معاها ومسكها كويس قوي وواحده برده ناحيه الثانيه ناحيه الشمال ناحيه الجو 18 بس من ناحيه الشمال ناحيه محمود وحيد كورتين مهمين جدا للشناوي بقى توقيت فيهم رائع يعني الناس بتفتكر ان الكره دي لا مش سهله لو في تاخير شويه الراجل ممكن يحطها من فوقيه او ممكن الشناوي يعمل ضربه جزاء فتعامل مع الكورتين دول كويس قوي لو اتكلمنا على الهدف هو الطبيعي ان الراجل طالما على 18 وهيشوط يا كابتن هاني لازم يبقى في ضغط في بلوك طبعا طبعا لازم يبقى في بلوك والبلوك يبقى قريب جدا من الكوره البلوك لما المهاجم المدافع بيقرب من الراجل وهو بيشوط خد بالك هو بيقفل زاويه للحارس الى حد كبير جدا بيقرب بيسهل قوي على الحارس انما لما يبقى بعيد شويه عن الكوره بيبقى بالنسبه له الزاويتين ممكن يعني هو طبعا هو شايط طبعا يعني هو مش راكب انما برضو انت لما بتقرب من الراجل بتسهل عليا بتضيق زاويه الرؤيه وزاويه الكره نفسها يعني حتى لو لمست رجله كان هتطلع بتدي كمان فرصه خد بالك الشناوي انا متاكد ان الشناوي في كسر من الثانيه ما شافش فيها الكوره كسر من الثانيه عشان هي كره صعبه صعبه جدا صعب الراجل شات من طبعًا. تقريبا من على القوس بالظبط والكره هو طبعا يعني الراجل حطها له فبيحطها له تاني خبطت في لعيب النادي الاهلي وردت له تاني في اللحظه اللي الشناوي لما حطها بطن رجله كان الشناوي عمل ايه راح ناحيه اليمين ورجع تاني لما الكره خبطت في لعيب في رجل لعيب النادي الاهلي فجات له تاني قام لافف وعامل ايه وشايط على طول في اللحظه الكره في كسر من الثانيه الشناوي ما شافش فيه الكوره عشان كده لو خدت بالك يا كابتن هتلاقي في تاخير سنه في التعامل مع يعني الشناوي بيتعامل مع كوره كانت الكوره ايه هي صعبه جدا هي صعبه جدا بس يعني بس الشناوي بص يعني قدرات الشناوي والفتره اللي الشناوي ماشي ما شاء الله بيأدي بشكل كويس قوي انا متاكد لان انا متابع كويس قوي عدت الجون كتير قوي اتفرجت عليه كتير جدا النهارده عشان طبعا بعد ما ما الماتش خلص انا عدت الجون تاني وقعدت اجيبه على عشان تقيمه كابتن عشان اشوفه طبعا فهي طبعا ما انا ما بقولش جون غلط الشناوي كرة صعبة طبعا يعني بنشرح دايما قدرات الشناوي والاداء اللي بيأديه الفتره الاخيره دي مع النادي الاهلي انا ما بعتبرش ما فيش حاجه صعبه على الشناوي يعني اي حاجه صعبه ممكن الشناوي يعني كان متوقع ان حد يعمل بلوك يعني انا من الطبيعي ان في الوقت ده ان هو الراجل مش هيلف بسهوله ويبقى فيه بلوك عليه فده بالظبط كده الجزء اللي حضرتك بتتكلم عليه جزء من الثانيه ده جزء المفاجاه اللي هو ما حصلش ضغط والكوره طلعت بشكل صعب طلعت صعبه جدا وسريعه جت في سقف العارضه ونزلت يعني فهي صعبه هي كوره صعبه انما انا بقول لحضرتك في يعني الشناوي الفتره الاخيره عودنا ان بتبقى الحاجات الصعبه دي الشناوي بيتعامل معاها بشكل كويس قوي كان ليك تعليق على قفش لان قفش اكتر من اكتر واحد بيلمس الكوره وهو همزه الوصل بين نص الملعب والفراوده كان يعني دايما بقول ان قفشه وجوده في الملعب بيبقى هو يعني حلقه الوصل بين نص الملعب وهو اكتر لعيب في الملعب بيلمس الكوره نعم. هو صانع العاب صحيح فدايما هتلاقيه بينزل يعني وقت ما الكوره بتبقى مع خط الظهر او مع نص الملعب هتلاقيه هو بينزل عشان يعمل ايه عشان يستلم ولما بيستلم بيلف وهو بيلاعب برضه الناس اللي قدام بيلاعب الفرد اللي قدام او كهربا او الراجل اللي بيلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين فهو دايما بيلمس الكره كتير احنا النهارده يعني فقدنا شويه الاستحواذ في نص الملعب كانوا هم مستحوذين اكتر في نص الملعب فدي راجعه بقى ممكن يبقى صانع الالعاب ما بيلعب مش موجود فيعني دايما بيوزع اللعب فقفشه كان ممكن يبقى ينزل بدري شويه انا متفق معاك ان وجود قفشه كان مهم ويمكن حتى من خلال ضيوفنا بنتوقع مثلا مين اللي يبدا فكان كل المتوقع ان قفشه موجود بص احنا بنتكلم واحنا طبعا يعني قاعدين وبنتكلم بالراحه طبعا موسيماني ليه كل الاحترام طبعا والتشكيله التشكيله اللي شايفها كان ليها سيناريو معين يعني هو دايما بيفكر سيناريو معين هيحصل في المباراه من خلال السيناريو ده هو بيحط تشكيلته تمام اللي شويه التاخير شويه في التغييرات مع وجود علامات استفهام على بعض التغييرات شويه تاخير في التغييرات شويه في وقت من الاوقات كان يعني التغييره الاولى كان مفاجاه شويه ان يخرج بواليا وكهربا وينزل عمرو السوليه ونزل عمرو وقفشه عمرو السوليه وقفشه خرج بواليا وكهربا ونزل اكرم لا ونزل عمرو السوليه وقفشه بالظبط مظبوط فدايما بنقول ان النادي الاهلي بيلعب على الاستحواذ بيلعب على قفشه بشكل كويس قوي فكان دور قفشه كان مهم يبقى بدري شويه دي نقطه وانت اتكلمت فيها الجزء الثاني ايمن اشرف كمان لو انت خلاص ايمن اشرف ضامن ان هو بقى كويس كان ممكن حتى محمود وحيد يؤدي الشوط الاولاني لكن ايمن يبقى بدايه من الشوط الثاني كل ده بنتكلم على من بعد المباراه من بعد ما شفنا المباراه لكن دي دروس مستفاده بقى يعني حتى انت وانت كمدرب واشتغلت كتير جدا مع النادي الاهلي وخدت بطولات بعد المباراه يعني تفتكر لنا مباراه انت رجعت فيها نفسك وقلت لا ده كنا لازم نشتغل كذا وكذا وكذا مباريات بتبقى دروس للمستقبل يا كابتن طارق
مفيش شك يا كابتن، ما احنا كل في مباريات كتير جدا بتبقى بالنسبه لنا يعني ما بنعملش فيها افضل حاجه، يعني في مباريات كتير جدا بتبقى لنا كده مباراه وقعدت انت جهاز مع اللاعبين، لا المباراه دي تبقى يعني بوش للقدام، يمكن مباراه على مستوى النتيجه على مستوى كانت مباراه على ملعبنا. انا فاكر كانت ملعبها في الجونه، كانت مع كابتن محمد يوسف كان وقتها مدير فني 2013. البطوله دي كانت اخر بطوله خدناها قبل ما ناخد البطوله اللي فاتت دي صحيح 2020 او 2021. البطوله احنا كان لعبنا اول مباراه مع الزمالك تعادلنا فيها 1-1، وتاني مباراه كنا بنلعب اورلاندو، اورلاندو بايرتس. المباراه دي خلصت 3-0 ليهم عندنا في 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 استاد الجونه في هنا في هنا في مصر. خسرنا 3-0 المباراه دي. احنا طبعا كنا بنلعب بالنهار وكنا بنلعب برده كان الجو حر، وكنا بنلعب تقريبا في رمضان توقيت مش معتاد عليه، كان التوقيت صعب شويه. وتقريبا برده يعني المباراه دي كان احنا كجهاز بنقعد كلنا قبل المباراه وبنشوف التشكيل اللي يلعب وحاجات، في حاجات كده برده. فتقريبا انا يعني برده مش فاكر كويس، بس انا فاكر كويس قوي ان احنا قعدنا كتير قوي يعني برده احنا زي ما حضرتك قلت لك كابتن هاني كده، احنا بنقعد من قبل المباراه وبنحط سيناريوهات كتير قوي للمباراه. طب التشكيل ده لو لعب، طب لو حصل كذا هننزل بكذا، طب فلان كان حتى وقتها كان موجود ابو تريكه وكان موجود طبعا اللعيبه كلها كانت موجوده. وانا مش فاكر كويس قوي ان في بعض الافراد في الجهاز الفني كل واحد بيقولوا بتنظره، وفي الاخر استقرنا على استقرت على التشكيل. والشوط الاول احنا جالنا يعني ضيعنا ضربه جزاء، وليد سليمان ضيع ضربه جزاء بس كنا خسرنا 1، وشوط ثاني هم جابوا جونين. فعلى ما بدانا نغير في شوط ثاني ما لحقتش الوقت كان عدى وخسرنا المباراه 3-0. فبعد قعده المباراه دي احنا انا فاكر كويس قوي ان جه قعد معانا الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب، وهي بقى دي اللي بقول لحضرتك عليها اللي في بعض الاوقات بيقابلك مرحله صعبه، والمرحله الصعبه دي لما بتعديها احنا خدنا البطوله دي طبعا. بس انا بقول دايما ايه، في دروس مستفاده. خلصنا المباراه دي بعد ما رجعنا من الجونه قعد معانا، كان عندنا مباراه مهمه جدا بره ملعبنا مع ليوبار، وكان لازم نكسب عشان نفضل مكملين عشان تبقى موجود. لان احنا لعبنا ماتشين، الماتشين اعتبرهم على ملعبنا، الزمالك تعادلنا 1-1 وخسرنا على ملعبنا 3-0. خلاص المباراه اللي راحه لازم تكسب. المباراه الثالثه تروحت تعادلت او خسرت انت تبقى بره المجموعه خالص، يعني تبقى لقيت ثلاث ماتشات ببونت او ثلاث ماتشات باثنين بونت، هتبقى الموضوع صعب ولسه بقى هتخرج على ملعبك بعد كده. فروحنا المباراه دي كسبنا المباراه دي 1-0، بس كان الاداء بتاع اللعيبه اداء مختلف تماما، الملعب كان وحش جدا وبنلعب برده في اجواء حر جدا عن اللي حصل في اورلاندو بالظبط. بس احنا ركزنا قوي بقى، ويعني خلاص بقى احنا هنخرج بره البطوله. فالوضع كان مختلف تماما، كسبنا المباراه دي 1-0 بهدف وليد سليمان كان عامله له ابو تريكه، ورجعنا بعد كده انا فاكر كويس قوي باورلاندو تاني سوري بليوبار تاني عندنا في مصر في المباراه الاخيره الثالثه بتاخدها تاني بترجع تاني مظبوط كسبناها عندنا 2-1، فبقى عندنا 7 بونت. بعدها لعبنا الزمالك كسبنا الزمالك 4-2 في الجونه برده، بقى عندنا 10 بونت صعد. ورحنا اخر مباراه تعادلنا مع شو بقى المباراه الاخيره كانت مع مين يا كابتن هاني؟ مع الفرقه اللي كسبتنا 3-0. واحنا بنلعبها بقى هناك الوضع مختلف تماما، تعادلنا معاها 0-0 هناك وكنا افضل منها بكتير جدا جدا، بس مركزين قوي. هو ازاي هو في مباراه النهارده تحفظ امام سيمبا لما لعب ثلاث مدافعين؟ كان في تحفظ شويه طبعا، تحفظ كان في تحفظ شويه، كان في داعي لهذا التحفظ؟ ما هو ده باعتبار انه الفرق اختلف مستواها، ان النهارده بتلعب برضه فريق قوي مش زي الاول، يعني هل التحفظ ده كان في محله فعلا كابتن طارق؟ بص التحفظ ده ممكن يبقى في محله لو النتيجه ماشيه زي ما انا عايز. يعني انا بسير المباراه بالشكل اللي انا مرتضيه، يعني خلاص المباراه لو انا حتى مش طمعان في المكسب والنتيجه ماشيه درون، وان الدرون بالنسبه لي برضو مش حاجه ملعب هو السيناريو زي ما بقول لك هو سيناريو بيبقى محطوط يعني فالسيناريو بس يا كابتن بقى هنا بقى ايه لما يحصل سيناريو يبقى مختلف ليا انا يبقى لازم يبقى في تغيير زي ما التغيير بدري بقى شويه التغيير تبقى بدري شويه ما خلاص بقى انا السيناريو اللي انا كنت حاطه ده اختلف انا بقيت خسران فخساره بقى يبقى لازم انا ابدا اغير حتى بدري بقى شويه دي دروس مستفاده يا كابتن طارق دي دروس مستفاده ومن الدروس المستفاده هاخد رايك في جزئيه زمان كنا بنلعب دايما الماتشات الكبيره حتى ماتشات اهلي وزمالك بتبقى الساعه 3 الظهر تفتكر دلوقتي من المطلوب ان حتى النادي الاهلي او بيلعبوا في البطولات الافريقيه عامه يبداوا يطالبوا ان احنا نلعب لا ايه المشكله ان احنا هنلعب ماتشاتنا الساعه 3 الظهر في وقت من الاوقات دي تعود شويه اللعيبه على احنا دايما بنلعب ماتشاتنا في الدوري بتبقى الساعه 5 الساعه 7 الاجواء مختلفه شويه من الوارد او من المطلوب في الفتره الجايه النادي الاهلي مثلا يطلب لا انا عايز العب بعض المباريات الساعه 3 لان وارد جدا ان هذا السيناريو يتكرر شايف دي ازاي؟ 100% معاك خد بالك في مشاكل كتيره يا كابتن بتلعب 2:30 الظهر بس الاهلي ما بيلعبش خالص الظهر فانا شايف ان النادي الاهلي ممكن يطلب انه يلعب يعني ايه المشكله لما يلعب 2:30 الظهر مباراه مباراتين ثلاثه
في السنه ما فيش فيها مشكله، بس حتى يتعود انه ممكن يلعب برضه بالنهار. هو الظهر مش خد بالك، الظهر عندنا في مصر مختلف يعني، أنا عارف أنا عارف مكان. بس برضه بتلعب بالنهار خد بالك، يعني فكره ان انت تلعب بالنهار دي غير بالليل. انت حته ان انت تلعب في الاجواء اللي انت ممكن يعني حتى لو بالنهار يعني انت ممكن تعود تلعب دايما تحت الاضواء يعني فانت هنا انت بره دايما بتلعب بقى في الدنيا مختلفه. حتى انت بتلعب مباراه بالنهار، الميعاد الغدا بيبقى امتى؟ برافو عليك، كنت لسه هكلمك. يعني ميعاد التغذيه بتاعتك المواعيد بتاعتك بتاع الفطار والغدا بيختلف تماما. بتلاقي اصلا لو انت بقى بتعمل نظام للتاني يوم من يوم المباراه او قبل المباراه بيوم بتلاقيه مختلف، خاصه لما بتلعب مثلا الساعه 7 بالليل او بتلعب 7 ونص بيبقى الغدا الساعه 2 ونص او الساعه 3 وبعدين بيبقى في وجبه خفيفه قبل المباراه بثلاث ساعات. فانما لما بتلعب بقى الساعه 2 ونص الغدا اصلا الساعه 11 فهتلاقي الدنيا مختلفة. اليوم مختلف خالص، اليوم مختلف كمان، حتى النوم مختلف، وحتى كمان الجسم ساعات يقول لك لا انت يعني كتير قوي يقول لك اتمرن في ميعاد المباراه. ليه اتمرن في ميعاد المباراه؟ الناس بتاخدها علشان الاجواء، لا كمان علشان التكيف. الجسم التكيف بتاع الجسم طبعا. انت واخد وكنا بنعمل كده في ماتشات كتير، حتى في المانيا كنا يعني قبليها بثلاث ايام بنعيش نفس يوم المباراه. بالزبط. ان جسمك يحس ان لا يعني ده مش وقت نوم، مش هتلاقي الخمول موجود. ايوه بالظبط، هتلاقي جسمك فريش، حتى رياكشناتك هتبقى اسرع. فانا انا انا يعني اعتقادي ان ممكن النادي الاهلي يطلب انه يتلعب مبارياته اللي جايه مباراتين ثلاثه بس ياخد طبعا ياخد المود نفسه. وبالذات كمان ممكن يبقى يعني انا اعملها يعني انا طبعا المباراه الافريقيه بتبقى متحدده طبعا قبل ما انا قبل ما انا العب مباراتي مع سيمبا مثلا، يبقى انا عارف ان انا هلعب هنا في مصر، يبقى اخر مباراه بتتلعب لي يبقى تلعب مثلا في نفس الاجواء دي او في نفس التوقيت، يعني الساعه 3 الساعه 2 ونص، عشان ما اجيش برضه العبها مثلا قبلها بفتره كبيره وبعد كده يبقى انا لعبت. احاول ان انا اعمل المباراه دي قبل مباراه سيمبا مثلا، يعني اخر مباراه الاهلي لعبها هنا في مصر قبل ما يسافر. طبعا الاهلي ما لعبش لما رجع حتى من كاس العالم لانه كان عنده مباراه المريخ وبعدين سافر على طول، انما دي ممكن في يعني تبقى بعد كده كابتن في يعني تبقى في الاعتبار يعني. تقصد كابتن طارق انه هنا الشق البدني ممكن يكون اهم حتى من الفنيات في المباريات اللي زي دي؟ انا شايف ان النهارده يعني لما فرق موسيماني لما فرق جدا. موسيماني لما لعب بثلاثه ديفندرات هو النهارده كان واضح جدا انه الجو حر وعنده ثلاث ديفندرات بيجروا كتير، سواء اكرم توفيق او ديانج او حمدي فتحي، فعشان كده هو قال لك كان محتاج ناس تجري في الملعب النهارده. اصحاب الخبرات ليه ما يعني ايمن اشرف عمرو السوليه ليه تفتكر ليه موسيماني يعني ما اعتمدش عليهم في مباراه برضو مهمه؟ بس في تفاصيل احنا ما نعرفهاش صدقيني. انا بسال وجهه من وجهه نظر انا ما اعرفش تفاصيل ايه يعني. انا وجهه نظر ما انا بقول لك يعني لما نسال عمرو السوليه ما لعبش النهارده، ما دي حاجه غريبه، بس انا ما اعرفش يعني في حاجات انا ممكن ما ابقاش عارفها، زي موضوع ايمن اشرف ممكن يبقى في اجهاد عند انا عرفت ان ايمن اشرف كان عنده الخلفيه يعني بس تعافى وكان بيأدي التدريبات وكان دايما بس يعني دايما بتبقى رؤيه يعني دي رؤيه مدير فني نختلف نتفق معاه بتبقى رؤيه وحضرتك عشت الكلام ده وبتبقى فيه نقاش يعني كل الامور بنحترم طبعا رؤيه الجهاز الفني واحنا زي ما بنتكلم ان احنا بنتكلم بعد الماتش من حقنا نقول ده كان كذا كان لعب بكذا لكن الرؤيه الفنيه دي اكيد للجهاز الفني واكيد ان احنا بتحترمها لكن انت عشت الكلام ده كابتن وعارف ان انت نفسك يعني هاخدها على كابتن طارق سليمان بيبقى عندك سيناريو حتى للمركز الواحد مركز حراسه المرمى يعني ممكن جدا بتقول للشناوي لا احنا هنشتغل اول ربع ساعه بالمنظر ده او ممكن وقت من الاوقات تقول له شناوي في الوقت ده لازم نهدى شويه ولازم نهدي او لازم تعمل بوش للعيبه اللي قدامك فالسيناريو مختلف عن طبعا توقعاتنا احنا دايما في المباريات اللي بره دي بيبقى انا دايما اقول للحارس عايزين يعني اول ربع ساعه بس تعدي يعني اول ربع ساعه لان انت عارف بيبقى دايما ضغط الجمهور وحماسهم في البدايه فمحتاج ان انت تعمل ايه؟ يحصل بس امتصاص الحماس ده بالزبط. سواء حماس اللعيبه في الملعب او حتى المدرجات فمحتاج يبقى في امتصاص طبعا يبقى تبقى هادي جدا جدا وما بقاش فيها بقى اي يعني ما بقاش في لخبطه بقى بين سواء بقى الخطوط مع بعض اول ما تعدي ربع ساعه بص تلاقي الدنيا بقت هاديه جدا تبدا انت بقى تنظم نفسك وتبدا تشتغل وتحس ان المباراه على ملعبك بس انت مجرد بس انما لو انت اول ربع ساعه دايما لو ما كانش فيها تركيز عالي وكان فيه هدوء مع التركيز ممكن يحصل لخبطه ويجي فيك جون فتعمل قلق شويه وبتبص الدنيا تبدا تهرب المباراه تبدا تهرب منك انما دايما ده لازم يتقال سواء من الجهاز الفني او من مدير الكوره او حتى من اللعيبه مع بعضها في الملعب ممكن يحصل خطا ممكن يحصل فرصه تضيع فبرضه لازم اعمل ايه؟ ابقى هادي جدا ودايما الشناوي دلوقتي كمان ده كابتن فرقه
طبعا. فدوره مهم جدا جدا ان هو دايما وسماته الشخصيه كمان فارقه معاه يعني وثباته. دايما نتكلم في الجزئيه دي. عايز اخد راي حضرتك يعني في المجموعه والسيناريوهات المتوقعه بالذات في الاهلي وانت كمان النهارده يمكن فيتا فاز على المريخ باربع اهداف لواحد. طبعا هو ثلاثه دلوقتي ثلاث نقاط سيمبا ستة انت في المركز الثالث والمريخ بقت في المركز الرابع ده في مجموعتك. عايز اتكلمك في ده عشان نرجع بعد كده بقى عايز اخد راي حضرتك في تراجع اتحاد الكره عن فكره استخدام حراس اجانب. تراجع يعني ولا لسه تراجع خلاص تراجع خلاص تمام قرار بصراحه انا لسه اول مره اعرف دلوقتي. لا من امبارح. لا والله انا معلومه شكلك مبسوط جدا. طب كلمني بس الاول عن السيناريوهات المتوقعه. طيب هو طبعا ما فيش شك ان الجوله اللي جايه سيمبا هيلعب مع هيلعب مع المريخ وفيتا كلوب هيلعب مع النادي الاهلي. بس انا ما اعرفش سيمبا هيلعب في السودان ولا هيلعب عنده في انا مش هنقول لك يعني هقول لك المعلومه هتفرق برضه. فالنادي الاهلي هيلعب مع فيتا كلوب ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب يبقى 6 بونت باذن الله يعني ان شاء الله. ده ان شاء الله متوقع يعني. ما هو الاهلي لازم يكسب يعني مهم جدا انه يكسب لان اي نتيجه غير المكسب هتصعب قوي قوي المريخ وسيمبا في السودان هيلعبوا في السودان في السودان. فطب السودان كده الى حد كبير ممكن يبقى هو بره الموضوع. طبعا يبقى هو يعني من المجموعه كده في ثلاث فرق بينافسوا دلوقتي. هيبقى في ثلاث فرق دلوقتي. فيتا كلوب بعد مكسب النهارده دخل بشكل كبير جدا وعشان يخسر اول مباراه على ملعبه كان طبيعي ان الموضوع صعب عليه قوي. فانه يخرج النهارده ويكسب المريخ في السودان 4 فدخل تاني المنافسه طبعا صح. مفيش كلام دخل منافسه بشكل قوي جدا. فجاي النادي الاهلي هو كسبان 4 فبرضه هيبقى عنده معنويات وهي فرقه كويسه وعلى ملعبهم كمان يا كابتن هاني انت حضرتك عارف ان ملعبهم نجيل صناعي. احنا لعبنا عليه السنه قبل اللي فاتت ملعب نجيل صناعي وملعب يعني الكره يعني برضه ملعب النجيله صراحه حتى النجيله مش عاليه لا ده النجيله منحوله خالص فالكره عليه بتطب وبتعلى عالي جدا ليها استعدادات معينه طبعا فموضوع متعب يعني مش هيبقى مباراه سهله هناك. فمهم قوي ان احنا هنا ان احنا هنلعب المباراه دي وبعدين هنعمل ايه؟ هنروح لهم هتلعب مع فيتا كلوب هنا وبعدين تروح لهم هناك. فمهم جدا ان شاء الله باذن الله يبقى في مكسب هنا عشان قبل ما تسافر هنا طبعا ما المباراه اللي بعدها على طول هتروح تلعب فيتا كلوب. فالموضوع لازم من هنا ان شاء الله باذن الله من هنا. طبعا صح. فهي لازم مجموعه يبقى انت عندك حساباتك حاسباها. طبعا ممكن يحصل متغير بس المتغير ده برضو يبقى لا في ماتشين على ملعبك هنا لسه لازم ماتشين دول ب6 بونت عشان تقدر تنافس وتخش. فانت عندك الماتش الجاي فيتا كلوب وكمان جاي لك بعد كده سيمب. فالماتشين دول المفروض انه يبقى مع الماتش المكسب 9 بونت طالع بقى انت لسه هتطلع تخسرش بقى بره ما تخسرش بره او تكسب مباراه بالظبط تكسب مباراه بره يبقى انت خلاص اول مجموعه يعني اول مجموعه ده وممكن على فكره تجيب 9 بونت او 10 بونت تبقى اول مجموعه. انما لسه المنافسه دلوقتي بين ثلاث فرق فيتا كلوب وسيمبا. سيمبا دلوقتي 6 بونت وسيمبا هيروح له المريخ خدي بالك يعني حتى لو هو لو هيلاعب الماتش الجاي لو خد بونت بره او كسب بره هيبقى فرصه كبيره جدا لانه المريخ رايح له بالشكل اللي هيقابل المريخ في السودان وهيرجع المريخ يروح له هناك على الارض. بس يا كابتن بالشكل اللي احنا شفنا فيه سيمبا النهارده هيكسب ماتشات على ملعبه يعني هو كسبان فيتا كلوب بره يبقى سهل جدا يقدر يكسب على ملعبه ويقدر يكسب المريخ على ملعبه يقدر يكسبه على ملعبه فممكن ياخد 6 بونت برضه سيمبا. فممكن سيمبا يبقى 12 بونت في الماتشين اللي جايين سواء المريخ في السودان او المريخ في تنزانيا بالظبط. فعشان كده بقول لحضرتك ان احنا مهم قوي ان النادي الاهلي مهم جدا جدا ان النادي الاهلي يكسب المباراه اللي جايه. واهم حاجه نبص لنفسنا يعني احنا الحسابات دايما يقول لك اكسب انت ماتشاتك ما تبصش للماتشات كل ديت الحسابات ديت يعني حسابات احنا بنتكلم فيها لكن بس اعتقد اللعيبه والجهاز الفني اكسب ماتشاتك ان شاء الله كلها على ارضك. ما بقول لك عندنا ماتشين نكسبهم ان شاء الله ونكسب بره ماتش يبقى 12 ماتش خلاص بالظبط. احنا ندور على ان احنا نكسب انما المجموعه هتبقى فيها ثلاث فرق دلوقتي بنفسه كان يعني لو فيتا كلوب ده مثلا كنا بنتكلم على الفرقتين قبل ماتش النهارده كنا بنتكلم على الاهلي وسيمبا كنا بنتكلم الاهلي وسيمبا دلوقتي دخلت عشان الخساره عشان خساره النهارده لان الخساره بتفرق جدا. اصل الماتشات مش كتير عدد المباريات مش كتير انت بتتكلم في 6 مباريات فالسته دول عدد قليل فعشان كده انت مثلا ما تلعبش مثلا 20 مباراه فهتلحقي تعوضي لو في خساره مباراه او تعادل مباراه. لا هنعوض لسه الماتشات كتير الدوري طويل 34 مباراه فلما يحصل تعادل يحصل اخفاق في مباراه مفيش مشكله انما احنا هو 6 مباريات ف6 مباريات دلوقتي في 3 فرق ويبقى الصعوبه ان فرقه تقع من بدري فيبقى معروف ان الفرقه دي اي فرقه هتكسبها فبتعليها فعشان كده المجموعه مش هتبقى سهله يعني.
مش هتبقى سهلة. لا طبعا، عشان برضو ده برضو ردا على الكلام اللي كان بيقول لك فكرتني سهلة دي بالمجموعة، انتوا مجموعتكم سهلة، مفيش الكلام ده في الكورة، انتوا ما انتوا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، اختلف الموضوع ده، اختلف في طبعا كل تانية. لا سيمبا احنا شفنا سيمبا النهارده فرقة بتلعب كورة، فرقة كويسة جدا، فيتا كلوب فرقة كويسة، فيتا كان مفاجأة. طبعا يعني لا فرقة فيتا مفاجأة بالنسبة لنا الحقيقة. لا مفيش فرق سهلة، مفيش حد يقول لك ان مجموعتي سهلة، الكورة مفيش حاجة سهلة. صح، الكورة عطاء وكورة مجهود، تبذل مجهود. النهارده انت يعني هيك هي النتيجه موجوده، يعني النادي الاهلي وتالت عالم والنهارده بيخسر من وارد في كره القدم كل النتائج. صحيح صحيح، عشان كده بقول لك مفيش حاجه سهله. نعم، طيب نروح للسؤال. يمكن اللي سالته سهام كان، انت اول ما قلت لك رد فعلك كنت مبسوط قوي. انا اتكلمت كتير يا كابتن، انا عملت بص يعني انا قعدت يعني استقبلت الاول ازاي الخبر وكان رد فعلك ايه، لما عرفت الموضوع عرفت ان انا كنت زعلان جدا، زعلان جدا من القرار، لان القرار ده بيضر بالانديه وبيضر بالولاد اللي موجودين دلوقتي في مصر وبيضر بالمنتخبات وبالذات المنتخب الاول. وانا كان عندي مبرر، انا كنت بقول الكلام ده وعندي مبرر اللي انا بقول الكلام ليه. انا قلت ان احنا في جاء علينا سنه من السنين تقريبا 2008 او 2009 كان عندنا 16 حارس مرمى اجنبي في مصر، منهم النادي الاهلي كان عنده حارس مرمى اجنبي، حضرتك طبعا يعني الكابتن رمزي صالح، هو ما يعتبرش، هو ما كانش يعتبر اجنبي بس ما يلعبش منتخب مصر. اكيد. فتمام، فلما يبقى انا عندي 16 حارس مرمى اجنبي يبقى انا كده طلعت 16 حارس مرمى بره اختياراتي بالنسبه للجهاز الفني لمنتخب مصر. مظبوط كده ولا ايه؟ مظبوط. وطلعت كمان مين؟ انا طلعت اهم نادي اللي دايما يعني على مر التاريخ هو اللي هو حارس الاهلي، حارس الاهلي وحارس منتخب مصر. صح. صح. والسنين اللي بتقول الكلام ده مش انا اللي بقوله. أيوة، أيوة، أيوة. يعني يعني شوفي كده ارجعي كده اخر 40 50 سنه الوحيد اللي كسر القاعده دايما انا بقولها كابتن نادر السيد، هو اللعب يجي 10 سنين منتخب مصر اساسي بره الاهلي، انما على مر التاريخ هتلاقي بقى كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن احمد شوبير، عصام الحضري، وطبعا قبلهم بقى كمان من كان انا ما وعاش للاجيال اللي قبل كده كلهم النادي الاهلي. نعم. فلما يجي النهارده انا اطلع، اما يجي النهارده يفتح احتراف حراس مرمى ويجي، طبعا خدي بالك بقى احنا ممكن نجيب حراس مرمى من بره ب $15,000 و$20,000 و$30,000، يعني هتلاقي الكلام ده، يعني الانديه هتتسهل، هتقول لك طبعا هتلاقي بالظبط، هتلاقي كتير يعني. فانت هتلاقي عندك وارد، وارد ان يعني انا بقول دايما قلت الكلام ده وهقوله في قناه النادي الاهلي، ان ممكن النادي الاهلي بقى مش احنا وارد يحصل اي بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه النادي الاهلي لما يلاقي ممكن يجي النادي الاهلي يجيب او نادي الزمالك. فانت كمان بقى اهم ناديين اللي بيلعبوا في افريقيا ويلعبوا تحت ضغوط وبيلعبوا منافسات قريبه جدا من منافسات منتخب مصر، ما تلاقيش فيهم مصريين، ما تلاقيش فيهم حارسين مصريين. اه، فتبقى مشكله كبيره جدا. وانا قلت ان انا ممكن اعمل القرار ده في حاله واحده بس، ان انا يبقى عندي مثلا خمس ست حراس مرمى محترفين في الانديات في الدوريات الاوروبيه على مستوى عالي. مظبوط. يبقى انا لما اجي اختار حتى لو ما اخترتش من الدوري المصري، لا ده انا عندي مثلا عندي خمس ست حراس مرمى بيلعبوا في الدوري الانجليزي، تقدر تستقدمهم. طبعا في الدوري الانجليزي وفي الدوري الالماني وفي الدوري الايطالي وفي الدوري الاسباني. أيوة، فما أيوة. عنديش مشكله. زي ده ما عندكش الاوبشن ده، مش موجود فين يا استاذه ده؟ أيوة، ده أيوة. في تاريخ مصر ما فيش حد احترف يعني. كان عصام الحضري شويه في سويسرا ونادر السيد شويه، انما بعد كده ما فيش احتراف حراس مرمى خالص. نعم. فالموضوع بالنسبه لي بقى صعب جدا، زائد انا عندي كمان اجيال طالعه. الاجيال اللي طالعه دي كابتن طارق، طبعا ده الاهم. انا عندي اجيال طالعه دلوقتي واثبتوا وجودهم بشكل كبير جدا، واجيال صغيره في السن. عندي عمر رضوان دلوقتي انا بعتبره من افضل حراس مرمى موجودين في الدوري المصري اداء ما شاء الله، فرق جدا جدا مع فرقته في اسوان. عندي محمود جاد مع انبي، ولد مميز جدا. عندي محمد صبحي في 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 الاتحاد، في الاتحاد معار من الزمالك. عندي في النادي الاهلي عندي حراس مرمى شباب طالعين، عندي حمزه ومصطفى شوبير واحمد طارق لو كان هيطلع اعاره او يكمل في النادي الاهلي. فانا عندي زايد بقى كمان ان عندي حراس مرمى برده موجودين، في محمود الزنفولي بيأدي بشكل كويس قوي مع البنك الاهلي الفتره اللي فاتت، حراس مرمى كتير. عندي احمد مسعود يا كابتن هاني مع المصري، مع المصري طبعا الهاني سليمان هايل، احمد مسعود ده هايل مع المصري ما شاء الله. بالظبط. عندي الهاني سليمان عامل موسم كويس، عندي حراس مرمى كتير. فانا بقى كل ده ممكن في قرار في جره قلم كده تلاقي الدنيا ما بقتش حلوه خالص. صدقيني والله انا كنت عددهم، بس انا لو احنا هنتكلم في الموضوع كنت انا 16 حارس مرمى، ده حقيقي 16 نادي، 16 نادي في مصر كان عندهم حراس مرمى اجانب، فكان الموضوع طبعا هيبقى صعب. فعشان كده انا سعيد جدا جدا بالقرار ده، وبحيي طبعا اكيد المهندس احمد مجاهد على ان القرار ده، انا كنت انا عرفت ان اللي كان واخد القرار ده اللي كان توصيه الانديه. توصيه من رؤساء الانديه. بالظبط. فانا سعيد جدا جدا بالقرار ده وبحيي المهندس احمد مجاهد على القرار ده. تجربتك مع البنك الاهلي ايه ايجابياتها وسلبياتها؟
طيب احنا طبعا احنا مشينا بقالنا 4 ايام من البنك الاهلي، طبعا المدير الفني طبعا الكابتن محمد يوسف، واشتغلنا مع البنك الاهلي 3 اسابيع يعني. احنا بدانا مع البنك الاهلي 3 اسابيع مع اللعيبه اللي كانت مصعده الفرقه للممتاز، واخترنا منهم 7 لعيبه يعني، هم دول اللي احنا اخترناهم، كان منهم من ضمنهم حارس مرمى احمد صبحي. وبدانا طبعا ايه نبدا نجيب لعيبه بقى يعني، واحنا شغالين كده بدانا نجيب لعيبه، لدرجه ان في مثلا لعيبه كتير جت قبل الموسم ما يبدا ب3 4 ايام، زي محمد المسناني من تونس، زي محمود الزنفولي من الاتحاد حارس مرمى، زي معروف يوسف كان وقتها في المقاولين برده جبناه قبل الدوري ما يبدا ب3 4 ايام. بدانا الموسم ولحد ما احنا مشينا على فكره احنا ما كناش عاملين يعني شكل كويس قوي، احنا عاملين نتائج صعبه جدا يعني، مميزه جدا يا كابتن هاني مع فرق، احنا قاعدين مع النادي الاهلي، قاعدين مع بيراميدز، تعادلين مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، تعادلين مع سموحه في سموحه 2-2، تعادلين مع المصري، متعادلين مع القناه، كسبانين الانتاج الحالي. هي مشكلتنا كنا عايزين مكسب مباراه، احنا خسرنا 4 مباريات، التعادلات كتير اثرت شويه، تعادلات كتير بس مع فرق كبيره، مع فرق كبيره احنا طبعا. الماتشات اللي خسرناها كنا ممكن نكسب منها ماتشين او ماتش كان يفرق معانا جدا يعني. احنا اخر مباراه كانت هنا بنلعبها، ودي المباراه احنا بسببها احنا مشينا يعني. المباراه دي احنا لحد بعد ربع ساعه بالظبط طرد منها لعيب ربع ساعه، فتخيل النادي النبي 10 مع فرقه بتعمل استحواذ، أيوة فرقه أيوة كبيره يعني، فرقه اصلا اهم ما يميز فرقه المقصه هي الاستحواذ، فبتعمل استحواذ بقى على فرقه بتلعب 10، واحنا كمان يعني احنا بس مش النادي الاهلي او مش فرق يعني، معلش النادي الاهلي ممكن يلعب ناقص بس يعني يقدر. هي دي الفكره اللي هكلمك عليها، ان ليه يعني رغم انا في اعتقادي عملتوا نجاحات كويسه قوي مع البنك الاهلي، كان ظاهرين لغايه قريب كنتوا في وسط الدوري والشكل كان كويس، ليه المشوار دايما والادارات بتيجي في النص وتبقى يعني بتقف عند نقطه معينه؟ طموحات اكيد البنك الاهلي ان هو يبقى في الدوري المصري بالظبط، ف يعني مع احترامي طبعا لكل الادارات، لكن انا كان وجهه نظري ان كنتوا ماشيين بشكل اكتر من رائع. سقوط ماتش او اتنين مش ده اللي يقيم جهاز فني، احنا عارفين الكابتن محمد يوسف على مستوى عالي جدا، راجل خد بطوله افريقيا، وانت كمان على المستوى اشتغلت مع حراس مرمى كتير عندك خبراتك، فكان اعتقادي الشخصي انه كان لازم على الاقل تكمله كمان الموسم دوت في تارجت انك تقعد. هو ده كابتن هاني التارجت اللي احنا كنا بنشتغل عليه بالظبط، واحنا على فكره احنا اشتغلنا كويس جدا جدا، ويعني في النهايه هو طبعا قرار بنحترمه طبعا اكيد. ناس على فكره احنا اتعاملنا مع ناس محترمه جدا يعني، اللي هو اشرف نصار والاستاذ عبد المنعم طبعا، والعميد حاتم، كل ناس محترمه جدا طبعًا. واي مشكله كانت بتقابلنا للامانه كانوا بيحلوها فورا، ما كانش في حاجه بتتاخر تماما على اللعيبه، بياخدوا حقوقها، ولكن ممكن يبقى الوقت وجهه نظر محتاجين وقت شويه، محتاجين وقت. احنا يا كابتن هاني على فكره لعبنا، بص يا كابتن هاني يعني لما النادي الاهلي بيجيب لعيب او 2 لعيبه شوف بياخدوا وقت قد ايه على ما بيحصل انسجام، ما بتبقاش سهله. تخيل بقى النادي البنك الاهلي جايب 23 لعيب وجايبهم من انديه مختلفه، واحنا لعبنا 4 ماتشات يا كابتن هاني وديه قبل ما نبدا الدوري، مفيش فتره اعداد، مفيش يعني بقول لحضرتك في لعيبه جايه قبل الدوري ما يبدا ب3 ايام، ولعبت اساسيه على فكره يعني بدات الموسم، فالموضوع كان محتاج وقت شويه يعني. الماتشات اللي احنا لعبناها دي خد بالك انت عشان تبدا بقى كمدير فني تحط ايديك وتبدا بقى تعمل تختار مثلا 2 لعيبه ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وخد بالك الماتشات بتكشف اللعيبه شويه طبعا، وانت بتلعب ماتشات وديه او بتتمرن عكس الماتشات الرسميه تماما اكيد، فلما بتيجي انت تلعب بقى 10 ماتشات وديه وتبدا تكتشف لعيبه كويسه او لعيبه عندها لا ما تقدرش تلعب اساسيه، لا لعيب يلعب ربع ساعه بس، لا لعيب ما يلعبش خالص، لا في احنا مش كل لعيبه يعني هتبقى، فهنا بقى احنا بنبدا نحط ايدينا على كل العناصر اللي تقدر تلعب من بدايه المباراه، اللي يلعب نص ساعه، اللي يلعب شوط، اللي ما يلعبش خالص، على حسب القماشه اللي عندك طبعا. فاحنا نيجي يعني احنا كنا ماشيين، كان تحتينا وادي دجله، تحتينا الانتاج الحربي، تحتينا الاسماعيلي، ودي فرق كبيره، والمقاولين العرب فرق بينه بنت واحد، مكسب واحد يعديك 4 5 فرق فتبقى نص الجدول، كان طلع الجيش كمان تحتيه، وكان طلع الجيش يعني، كان في فرق كتير حتى الفرق بينها وبنت واحد مش كتير يعني، هي بس تجربه مفيده طبعًا. يعني تجربه بجميع الاحوال، تجربه انا شايفها مفيده جدا، انا بالنسبه لي سعيد جدا بالتجربه، سعيد اتعاملت مع ناس محترمه جدا في النهايه يعني بنتمنى كل التوفيق للبنك أكيد. الاهلي، لان احنا ما شفناش حاجه وحشه ابدا منهم، ناس محترمه طبعا طبعا محترمين جدا يعني. بمناسبه التجربه، هل ممكن نشوف كابتن طارق سليمان مدربا لحراسه مرمى احد أندية، يبقى أحد الأندية في الدوري الممتاز من الآخر يعني، في عروض وصلتك يعني يا كابتن تاني يعني أتوقع حضرتك الفترة اللي جاية بعد البنك الأهلي أكيد، ما إحنا لسه ماشيين بقالنا 4 أيام لسه. لا لسه، إنما إن شاء الله بإذن الله لو يعني في حاجة إن شاء الله بندرسها وبنتوقع على الله يعني بنشتغل يعني. بصي أي تجربة بنشتغل هي تجربة أكيد لها بيبقى لها بعض السلبيات ولها إيجابيات،
واكيد احنا بنستفيد من التجارب اللي احنا بنمر بيها سواء يعني احنا الحمد لله شغلنا في النادي الاهلي فتره كبيره دي بيتعلمنا منه حاجات كتير قوي. بالتالي مش هنلاقي ضغوط ابدا 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 في الصعوبه زي النادي الاهلي. كابتن طارق لو هيختار نادي يدرب فيه يختار ايه؟ في انديه كتير عشان ما يعني مش عايز اختار نادي بعينه، انما في انديه كتير الواحد يشتغل فيها. ما انا اشتغلت في البنك الاهلي لو حضرتك مؤسسه وفي ناس محترمه وكان لسه صاعدين واحنا رحنا اشتغلنا مع الناس يعني الامانه لو في مجال للاختيار يا كابتن. انا اشتغلت في انبي قبل كده برضو مع كابتن حسين البدري في 2012 اوائل 2012 قبل ما اجي النادي الاهلي يعني. فالانديه في انديه كتير جدا كويسه يعني، في انديه مستقره ونادي هو كل هو كل يوم انبي نادي كويس جدا سموحه المقصه هو كل الحربي. تجربه يا كابتن وكل يوم العرب يوم في التدريب يعني دي من الانديه. خد بالك الانديه بتقول يا كابتن هاني بقول كل يوم بتقضيه كمدرب في اي نادي ايا كان، مع احترامنا لكل الانديه، يومك في التدريب انك متواجد في التدريب ده دي خبره وديت اعتقد كمان متعه. بقى كنت يعني انت خدتها على لساني يعني وانا رايح التمرين والله بقى انا ببقى رايح التمرين ببقى سعيد جدا جدا وانا نازل الملعب. بص يا كابتن هاني الملعب ده مختلف تماما يعني الملعب ده وخد بالك انت كل يوم بتشتغل في الملعب بتتعلم حاجه. طبعا طبعا وانا ببقى سعيد قوي لما بشتغل مع حد والحد ده يعني يحصل تطور في ادائه. يعني انا على فكره مش عشان والله مش عشان انا مشيت من البنك الاهلي الزنفولي ده لعب يا كابتن هاني 12 مباراه ما عندوش خطا ودخل فينا اهداف وشال حاجات صعبه جدا. بس احنا طبعا يعني خد بالك دايما الناس بتبقى مركزه على الاهلي والزمالك وانما احنا برضو بعيد شويه عن الاضواء، انما انا بقول لحضرتك على ارقام انا بحب قوي الارقام. بس العين عليكم في الدوري الممتاز يعني طبعا العين على البنك الاهلي بشكل كبير. على البنك الاهلي طبعا زي ما العين على السيراميكا النهارده بالزبط. يعني والانديه اللي صعدت سيراميكا طبعا برضو مختلفين شويه عننا يعني برضو ايه يعني حتى في من النواحي الماديه برضو هتلاقي هم برضو يعني الامانه بعدين هم جمعوا الفكره جمعوا 5-6 لعيبه من نادي واحد فعمليه التجانس بقت بالنسبه لهم اسهل. بس دافعين يعني كتير يا كابتن هاني. نعم يعني جابوا خمس لعيبه من مقص 30 مليون. ما هو ده اكيد رقم والبادجت بيفرق وكمان عمليه الوقت فرقت جدا. هم جابوا تقريبا 5 لعيبه فحافظين بعض في الملعب بشكل كويس طبعا. لكن انا بقول لك تجربه كانت يعني تجربه مهمه جدا و يعني دايما الخبرات بتتاخد من خلال التجارب ديت. يعني مفيش يعتبر حاجه اسمها فشل في التدريب، في تجربه كان موفقه وتجربه غير موفقه يعني. انما احنا في النهايه زي ما بقول لحضرتك احنا ماشيين واحنا يعني احنا مش 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 فرق مش اخير لا طبعا النتائج مش سيئه يعني يعني ممكن نبقى افضل من كده بمكسب واحد بس طيب. يعني مكسب واحد بس بتلاقي ان الامور احسن من كده كتير. بس راضي عن الفتره اللي حضرتك قضيتها مع البنك الاهلي؟ راضي جدا ولو انها فتره كانت قصيره يعني. راضي جدا والله وكل الجهاز صحيح. ما قصرناش خالص والله يا استاذ هام. الكابتن محمد يوسف بذل مجهود خرافي والله بجد فعلا. كابتن عادل مصطفى كمان الجهاز كله كابتن عادل مصطفى كابتن سيف عمر يا كابتن هاني كابتن كريم كابتن محمد رمضان كان يعني كان معانا من الجهاز القديم اللي كان موجود السنه اللي فاتت وسهل لنا حاجات كتير قوي في طبعا في البدايات واشتغلنا كتير قوي وتعبنا جدا جدا لان 23 لعيب ده مش حاجه سهله. مش حاجه سهله ان انت يعني تشتغل مع 23 لعيب من كل انديه مصر. فعشان تبداي تعملي بقى انسجام ويبقى في تناغم بين اللعبه ديت ويبداوا بقى يحفظوا فكر الجهاز الفني بتاخد وقت. انما في النهايه طبعا الحمد لله على كل شيء واتمنى التوفيق للكابتن خالد جلال هو اللي مسك البنك كل الاهلي. كل التوفيق لي طبعا. مع الجهاز اللي معاه طبعا والتوفيق طبعا اكيد للبنك الاهلي يعني. والاداره طبعا الناس المحترمه اللي احنا اشتغلنا معاهم يعني. بس هنشوف حضرتك قريب انا حاسس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. والله حاسه الضحكه دي فيها حاجه بس مش عايز اقول. في كابتن طارق من المدربين الكبار ومن المدربين اللي عندهم خبرات كبيره جدا 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 واكيد اي نادي يتمنى وجودك يا كابتن طارق معاه في الجهاز الفني. زيك زي الكابتن محمد يوسف زي الكابتن عادل مصطفى وكل الجهاز الفني جهاز محترم جدا. تجربه خدت منها الايجابيات وان شاء الله بالتوفيق في التجربه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طبعا وسعيد ان انا كنت مع حضرتك ومع الاستاذ سهام. شكرا لك. واكيد طبعا في البيت الكبير اللي هو بيتنا كلنا ودايما الواحد وهو جاي والله قناه الاهلي ببقى سعيد جدا ان انا جاي قناه النادي الاهلي. واحنا كمان مختلف عن اي حاجه ثانيه يعني. حبيبي شكرا لك. شكرا جزيلا. دايما بنستمتع بوجود حضرتك في البيت الكبير. احنا بنشكركم مشاهدينا.